لذا فلنبدا اذا. كم هي جميلة! كيف يمكنك التغلب عليها؟ انظر إليهما، إنهما مع بعضهما الآن. هيا اذهبي الآن، هيا. هل كل شيء على ما يرام؟ إيما! بسرعة بسرعة، ادخلوا إلى منزلي الخاص، هيا. واو، انظر هنا. لقد وصلوا الآن. منافسون الرئيسيون. من؟ هذه اللامعة ميا. نعم، ساقي أطول منها كلها. مرحبا أيها الفاشلون ويا شبان. أيها إن هذا مقرف. أنت تتحدث عنا نحن الآن؟ أي وقاحة هذه؟ ما هذه الرائحة الكريهة جداً؟ نعم، هذه هي العطور الرخيصة. لم نلاحظكم في البداية، آسف، أنتم صغار جداً ومملين أيضاً. أنا أيضاً كذلك أيها العارضات. اتركيني، هيا هيا، مدرسة غبية ومجنونة. اتركيني. ماذا يحدث هناك؟ لا شيء جديد، المدربون لدينا تقاتلوا مرة أخرى. لقد قلت لك ابتعدي عني. هي، لماذا تقفون؟ دعونا نذهب لإنقاذ الآنسة روجي. هيا ابتعدي عني. اتركيني. هيا مدرسة غبية ومجنونة. اتركيني، هيا، ما بك أيتها الحمقاء؟ وماذا عن هذا؟ لقد قلت لك ابتعدي عني. في الوقت المناسب. جاستن عزيزي، ساعدهم، يجب أن يتم إيقافهم بطريقة. هاي أنتم، لقد وصل جاستن بيبر إلى هنا. وماذا عن هذا؟ إنهم يعشقونه، لقد تجاوزوا 30%. يحسب المجانين أنهم سينتصروا، وكأن انتصارنا يعتمد عليهم. بل انتصرنا يا شبان، هيا تعالوا معي. مقرفين. عودوا بسرعة، هيا. ماذا تريدون؟ حسناً، تسريحة شعر هذا الرجل مقرفة. الحد الأقصى من الذوق السيء. مقرف. هل هذا يتعلق بي؟ لا تعطيهم أي اهتمام يا جاستن، هؤلاء شباب سيئون، ماذا يمكن أن تتوقع منهم؟ ويبدو أنهم سيوزعون الغرف هناك الآن. الآن يجب أن نأخذ الأفضل، وأتساءل ما كان هذا؟ ما الذي يعنيه ذلك إذن؟ خبر جديد. لقد أحضروا معاطف الفرو بروغاندي. لا، فقط من دون هذه النمر، إنهم لا يتطابقون مع لوني على الإطلاق. يا إلهي، الوردي، فقط الوردي. ما علاقة هذا بالملابس توم؟ لا جاستن ولا حتى إليس، إن جاستن صديق إما الجميلة، صحيح؟ يا إلهي، لم يسبق لي أن رأيت الكثير من الصور القبيحة في حياتي. ما هذا يا إلهي؟ ما الذي يعنيه ذلك إذن؟ أنا مصدومة. أنا مصدومة. حسناً، بالتأكيد لقد لحقت في الوقت المناسب، ولقد أخذت بالفعل أفضل غرفتين، من يشك في ذلك؟ إيما انتظري. إيما، من يواعد جاستن الآن؟ هو صديقي، ماذا هل قررت أن تأخذيه مني؟ هو يحب الفتيات اللطيفات، وأنت مستترة وماكرة. أنت على خطأ يا إيما، المستترة والماكرة صديقتك إليس من مدرسة عرض الأزياء. مقرف. ماذا تقولان أنتم؟ لقد رأينا للتو هذان الزوجان اللطيفان يقابلان بعضهما البعض في الشارع من النافذة، ولقد كانوا عمل بغيض. هل توصلتم إلى هذا حقا؟ هيا قولوا لي. أيها الأوغاد، هل ظننتم أنني سأصدق أن صديقي وأعز صديقاتي يخونوني؟ أبدا، لن أصدق هذا. أنت هنا، دعينا نذهب بسرعة يا عزيزتي، لقد حان الوقت لتستعدي للتمرين، خروجك العرض هو الأول، هيا.
أنا في طريقي، ما زلت لا أستطيع أن أفهم كيف فكرتم بمثل هذا. كم أنت غبية حقا. ما الذي سنقوم به؟ سنقوم بتغيير الملابس من أجل البروفا. هل تعتقد أن معطف الفرو الوردي سوف يناسبني؟ لكن توم، ماذا عن إما؟ هل تريد أن تترك كل شيء هكذا؟ حسنا نعم. يتم خداع الفتاة من قبل أفضل صديقة لها وصديقها. حسنا، ما الذي يهمنا في هذا؟ إنها منافستنا المباشرة. توم، لا يمكنك فعل ذلك. أوسكار، أخبر. أتفق معها، علينا أن نضع هؤلاء الخوانة في مكانهم المناسب. حسنا، أنا ذاهب إلى العمل، لكن دعونا نجعل هذين الزوجين يقعون في اللحظة الساخنة بعد التدريب. هذا مهم جدا. نعم، حتى يكون هناك دليل. لنقم الآن بتغيير الملابس. مرة أخرى هذه الفساتين. أليس، انتظري، متى يمكننا أن نلتقي مرة أخرى؟ أعدك بعد التدريب، صدقني. أنا لم أغادر بعد، ولكني أشتاق إليك. اهدأ يا جاستن، لا ينبغي لأحد أن يسمعنا هنا. حسناً، وأخيراً يا إليس، أين أنت؟ كالعادة حاولت تهدئة أليكسا. لقد بدأت مرة أخرى في جدالي مع مدربة منافسينا. دعك منهم، نحن بحاجة إلى الاستعداد بسرعة، ولكن أليكسا سوف تقاطعنا. بالمناسبة، أخذ هؤلاء الأوغاد الغرفة الكبيرة. حسناً، ماذا يمكن أن أقول؟ مؤسفاً، لم يكن لدينا الوقت. لا تقولي لي، بالمناسبة يجب أن تسمعي فقط ما قالوه لي هؤلاء الناس الحسودون. ماذا حدث؟ هؤلاء الثلاثة قرروا أن يوقعونا مع بعض، لذلك قالوا لي هذا. حسناً، ماذا قالوا بالضبط؟ لقد كذبوا بشأن أنهم قد رأوك مع جاستن. هل يمكنك أن تتخيلي؟ يا إلهي، أتمنى أن تفهمي أن هذا كله كذب. بالتأكيد لن أصدق أبداً أن شخصاً ما يخطط لشيء ما من وراء ظهري. حسناً، دعك منهم، هيا لنذهب. حسناً، بعد كل شيء، النمر الوردي يناسبني. ما هذا يا جاستن؟ جاستن، ماذا بهم؟ إنهم يعرفون كل شيء. ماذا يعرفون؟ كل شيء. ماذا تقصدي بكل شيء؟ حقيقة أنك وأنا معاً. ماذا؟ كيف عرفوا هذا؟ لا أعرف، رأوا شيئاً أو سمعوا شيئاً منا، ولكن علينا أن نفعل شيئاً. وماذا على سبيل المثال؟ اعترف لي إما. ماذا؟ وكيف هذا؟ لقد سئمت من حصولها على أفضل الأشياء. أخذتك أنت وفازت بالمسابقة. ومن قال أنها ستفوز هذه المرة؟ هيا يا جاستن، أنت تعرف الأمر بهذه الطريقة. اصمتي من فضلك ودعينا ننتظر. وهكذا لنبدأ بالتدريب الآن، هل أنتم جاهزين؟ هيا أخبروني. نعم، للأسف اليوم نحن نعمل في نفس المنطقة. نعم، ستبدأ الاستعدادات للمعركة، هيا بنا. إنها تسمى المنافسة المجنونة، هذه ليست لعبة البقاء على قيد الحياة، لذا استعدي جيدا. وهكذا لنبدأ بالتدريب الآن، هل أنتم جاهزين؟ قوموا بتدميرها. توقفوا، أين إما؟ أسأل، أين إما؟ لماذا هي متأخرة هكذا؟ سأجدها الآن. كلا، سأجدها بنفسي. هل حقاً أن إما لن تأتي لهنا؟ أو ربما اكتشفت السر حقاً. سنكتشف كل شيء قريباً. أوه، ها هي. لقد تأخرت أنا حقاً. حسناً، إلى أين كنت ذاهبة؟ أليكسا غاضبة منك. أمسكي بحذائي من فضلك، أنا ما زلت بحاجة لارتداء المجوهرات. هذه هي فرصتي. الآن سيكون موعد خروجي للعرض. نعم، لذلك دعونا نبدأ. كم هي جميلة؟ كيف يمكنك التغلب عليها؟ انظري إليهما، وهذان الاثنان مع بعضهما الآن. بالفعل، هيا اذهبي يا إما. هل كل شيء على ما يرام؟ مع من تتكلمي؟ هيا أسرعوا الآن، لدينا فتاة فقدت الوعي بالفعل.
ما هي المشكلة معها؟ سقطت أثناء التدريبات، حادثة مفاجئة بالفعل. هل سوف تكون بخير؟ حسناً أنا لا أعرف، ويبدو أن الفتاة تعرضت لإصابة خطيرة. كما تعلمون قد يكون هناك حالة فقدان الذاكرة. لا، كيف سنواصل مسيرتها وعملها كعارضة أزياء؟ أنا لا أعلم. لن نكون قدوة كأجمل عارضة بعد الآن لأنها لا تستطيع الفوز. أليس، ماذا تفعلين؟ أمسح تبرجي، لقد كان يوما صعبا. أليس، أخبريني بصراحة، لقد كنت أنت. ماذا تقصد أنا؟ هل قمت بالإيقاع بإما؟ جاستن، لا تتحدث بالهراء هكذا. نعم، لقد كنت أنت. عندما تكذبين يبدأ شعرك بالتطاير، أنت تفعلين ذلك دائما. إما فازت بالجائزة وتذهب بموعد معي أيضا. حسناً، وماذا الآن يا جاستن؟ أنت تعلم أنه أنا، هل ستسلمني للشرطة؟ هيا هيا، أريد الفوز، أنا أريده. ماذا؟ إنني بحاجة إلى هذا النصر للذهاب للتدرب في فرنسا. لا أحد هنا يأخذني على محمل الجد كعارض أزياء، وأريد أن أثبت العكس للجميع. ماذا علي أن أفعل هنا؟ سيكون عليك مساعدتي في الإيقاع بالآخرين وبنفسك. من أجلك؟ وكل ذلك من أجل انتصارك؟ أنت لا تريدين أن تذهبي إلى السجن حتى. جاستن، لا أستطيع أن أصدق هذا. وأنا كذلك، نفس الشيء مثلك، كلانا لديه الكثير من الأسرار. حسناً، سوف تفوز أنت. لا أستطيع أن أصدق ذلك، ما هذا الذي حدث لإيما؟ أشعر بالأسف على تلك المسكينة، لم تكن محظوظة جداً مع أصدقائها. يكفي، انتهى يا رفاق، عليكم أن تجمعوا أنفسكم لتحقيق الفوز. هيا، نحن جاهزون، لذلك واحد منكم يجب أن يفوز بهذه المسابقة. أعلم أنك أنت المذنبة بهذا. هيا اتركيني، قلت لك اتركيني، ما بك أيتها المجنونة، اتركيني. هذا كله بسببك أنت. أنت حقا مجنونة، أنت حقا أنت السبب في حصولي هذا، هذا بسببك، لقد قلت لك ابتعدي عن إما. أنت حقا مجنونة، أنا ذاهبة إلى المصمم، سأراكم بعد ساعة. وأنا آسفة منكم، لم أستطع تحمل هذا، كان من المفترض أن تجلب لي إما النصر في هذه المسابقة. آسفين، لقد قلت أن إما الآن في غيبوبة. نعم، هناك فرصة للشفاء، لكنها ستفقد ذاكرتها بالفعل. إنه لعار، هذه الفتاة انتهت كعارضة أزياء لأنها لا تتذكر أي شيء. هذا فظيع حقا. على الرغم من أنها منافستنا، إلا أنني ما زلت أشعر بالأسف. هيا أصدقاء، لدي فكرة، يمكن أن نذهب لها إلى المستشفى. لكنها ما زالت في غيبوبة، إنها لن تتذكر حتى أننا جئنا. بدون الشعور بالذنب، ربما يجب عليك الانضمام إلى فريق أليكسا. هناك كل من أليس وجاستين. حسنا، لكنك أنت من جعلتني أفعل ذلك، دعونا نذهب لزيارة إيما. رائع. حسناً، كنت أعلم أننا أتينا إلى هنا عبثاً ولم تخرج من غيبوبتها بعد. أوه، ها هي الطبيبة، مرحباً، كيف حال هذه الفتاة؟ مرحباً، هذه الفتاة ممتازة، تستريح بالمناسبة، ينبغي لها أن تستيقظ قريباً. انتظري، كيف ستشعر عندما تستيقظ؟ هل خرجت من غيبوبتها؟ حسناً، بالطبع، كنا نخطط بالفعل لإخراجها. هل أنتم أصدقاؤها؟ نعم، نحن أصدقاء إيما. هل هذا صحيح؟ أوه، لقد استيقظت حقا، هذا رائع. هل حقا لا تتذكرين أبدا؟ نعم، أنا حتى لا أتذكر نفسي. نعم، أيها المسكينة، لا أعرف كيف أساعدها أطلاقا. يقولون أنني ذهبت إلى مدرسة عرض الأزياء، هل هذا صحيح؟ لماذا تقولي أنك ذهبت؟ أنت جاهزة للذهاب إلى هنا. لا أتذكر أي شيء، لا النظرية ولا الممارسة. وهذا ما سوف نتحقق منه الآن بعد أن تلبسي كعبيك. متأكد من أن جسدك يتذكر. أنا قلقة جدا. انتبهي. حسنا، هذا ما اعتقدت أنه لم يجرح هذا الشيء معي. لن أصبح عارضة أزياء مرة أخرى. أنت مخطئة يا إيما، نحن سوف نساعدك. نحن؟ ميا، هل يمكنني التكلم معك؟ ماذا حدث؟
بالطبع أفهم نواياك الطيبة، لكنها لا تزال منافستنا المباشرة، هل تفهم؟ كل شخص يتكلم عن نفسه، إذا كان علينا الفوز فسنفوز بغض النظر عما إذا كانت إيما ستشارك في المنافسة أم لا. حسناً يا إيما، هل أنت مستعدة للمنافسة؟ هل ستساعدوني؟ بالتأكيد، انظري يمكنك بالفعل الوقوف بالكعب. بكل الأحوال لا أعتقد أن الأمر سيكون سهلاً. الآن نحن بحاجة لإخبار مدربنا عن المشاركة الجديدة وهي إيما. إذن لننطلق. أليس أمل أنك لن تأكلي كل شيء هناك؟ هناك الكثير من السعرات الحرارية. ما الفرق الذي يحدثه لي؟ فلن أفوز بمسابقة جمال هذه على أي حال. يمكنني ذلك من تناول الطعام بقدر ما أريد. كما لو أنك كنت قد فزت على أي حال. لقد كان لديك منافسة قوية جدا وإما. نعم، كان من العبث أني أبعدتها. حسنا، لماذا عبثا؟ لقد أفسحت لي الطريق. شكرا لك أليس. حسناً يا طيوري، هل أنتم مستعدون للانطلاق في المنافسة؟ نعم، واحد منا سيفوز بالتأكيد طبعاً. كيف حالكم أيها الفريق المتخلف والغبي؟ روزي، ماذا تريدين حقاً لتصريحات الشعر العادية في أماكن أخرى؟ أليكسا، لقد غابت عنكم وأيضاً قد خسرتم عارضة الأزياء تلك. يا لخسارتكم، إنها خسارة كبيرة. عن ماذا تتحدثين؟ شكراً أنك تخليت عن إيما. أو نعم، ربما لا تعرفين عن ماذا أتحدث بعد. ماذا؟ هل حدث لإيما شيئاً ما أم ماذا؟ الفتاة على ما يرام، ولقد خرجت من الغيبوبة أيضاً، وقد بدأت بالعمل يا صديقتي، إذا كان هذا يهمك طبعاً. ماذا يعني ذلك؟ أنها تستطيع العودة كعارضة أزياء من جديد؟ نعم، وستعود مع فريقنا. هي لا تثق بكم بعد الآن، هذا مؤسف حقاً. وداعاً. أوه، هل عادت لوعيها؟ هذا جيد. نعم، على الأقل أنت تفهم ماذا يعني كل ذلك. يعني أن الفريق الآخر الآن أكبر منافس لنا. هذا لا يحدث، نحن أفضل من إيما. لا يا أليس، هي أفضل منك، ولهذا أبقيتها معي لهذا السبب حقا. وماذا الآن؟ سنبقى في المسابقة حتى النهاية. نعم، كانت إيما اللامعة خائفة من الانضمام إلى فريقنا، يبدو أنها لا تثق بنا حقا. تعتقد إيما أننا تسببنا في السقوط، فهل أحد منكم متورط في هذا أم ماذا؟ هيا أجيبوني. ماذا تقولين؟ إيما هي صديقتي. وهي أفضل صديقة لي أيضا. انظروا إلي، أريد أن أعرف كل ما يحدث في فريقنا، والآن بسرعة. قف، إلى أين أنت تذهب؟ هل حقا ذاهبا إلى إيما؟ هل أنا على حق؟ نعم، يجب أن أراها، هي لا تزال صديقتي. وهل ستخبرها عنا؟ لا أعتقد أن الوقت مبكرا، وكانت لا تزال تعاني من الإصابة. دعينا ننتظر إذا. حسناً، بالطبع كما هو الحال دائماً سننتظر. أحسنت صنعاً يا إيما، كل شيء سيعمل بشكل أكثر سلاسة وثقة يا فتاة. هيا يا ذكية. إذن كيف حالكم يا أصدقاء؟ الاستعدادات للمسابقة تجري على قدم وساق. نحن نحاول، ولكن لا يزال من الصعب السير بالكعب العالي عليها الآن لأنها. سينجح كل شيء. لا أستطيع أن أكون عارضة أزياء. هل رأيتني كيف أتحرك؟ حتى ربما أنتم تخدعوني حقا. وماذا إذا؟ نحن فقط نقول لك، والآن دعيني أريك. يا إلهي. هل هذه أنا؟ رائع، والكل كان معجب بك جدا. ليس سرا انك منافستنا الرئيسية، وحتى الان انت منافستنا. لا اعلم حتى كيف اتعلم كل هذا. عندما امشي بهذا الكعب العالي اشعر بالصداع. عزيزتي، هل تناولت الطعام مؤخرا؟ حسنا، انا عارضة ازياء ولا اكل ما يكفي. نعم لا اكل. حسنا ايتها الغبية، استعدي ودعينا نذهب للمقهى. حقا؟ هل تحتاجين لتناول الطعام؟ حسناً، ونحن أيضاً بالطبع. أحب مثل هذه التدريبات. توقفي يا إيما. لنذهب يا إيما. من هذا؟ ألا تتذكرينني؟ لديها فقدان بالذاكرة خفيف. من أنت؟ أنا الشاب من الفريق الآخر، أردت أن آتي وأتمنى لك الشفاء العاجل حقاً. شكراً لك، هل جميع منافسيكم هكذا لطيفون جداً؟ فقط في الوجه، هناك شيء مختلف تماماً يحدث خلفك.
لقد تظاهر في الواقع بأنه وإما كانا غريبين. الجميع يكذب على إما، حتى نحن لا يمكننا أن نفعل ذلك. نحن نفعل هذا لسبب وجيه، وإذا لم يكن هناك ما نفعل به فمن سيكون يا أوسكار؟ آمل أن تسامحنا عندما تتذكر كل شيء. أتمنى. حسنا، إذا كانت تتذكر. وهكذا سوف تختارين كل الطعام التي تريدينه. حقا؟ لأن هذا كان بعد المستشفى وتحتاجي للغذاء بشكل جيد. أريد كل شيء هنا. ها إما، أي لقاء رائع هذا. إما جائعة جدا، لا تزعجيها يا إليكسا، دعيها تطلب ما تريد. حتى لم تقل لنا مرحبا. حسنا، أراكم لاحقا أيها الخاسرون. هذه الحقيرة. أليكسا، ألا تعتقدي أن هذا غريب؟ يبدو الأمر كأنه كذلك، صحيح؟ إنها لا تتذكر أي شيء، إما تعاني من فقدان الذاكرة. ماذا؟ حسناً يا إما، هل اخترت لنفسك شيئاً لذيذاً؟ لذلك اسمحوا لي أن أخذ القائمة وأذهب بنفسي، سأقوم بتنفيذ الطلب حسب ذوقكم. سوف أساعدك، هناك القليل من الوقت. سيبدأ التدريب خلال 20 دقيقة. شكراً لكم. أوه، لا تقلقي، أنت قادمة بهذا المجال، ولكنه شيء جديد بالنسبة لي، وهناك الكثير من الغرباء هنا. لقد ضموها لهم. إما حتى لا تعرف بوجودنا هنا. إما تعتقد أن هذا الفريق هو فريقها، صحيح؟ أصدقاؤها؟ ولهذا السبب فهي تتصرف بغرابة شديدة. وماذا ستفعلين الآن؟ هل تريد أن تقولي لها الحقيقة كاملة وتعيديها إلى فريقنا؟ أو لا، دعيها تبقى مع هؤلاء الخاسرين، لن يعلموها أي شيء على أي حال. حتى بعد التخرج من المدرسة الثانوية لا تتذكر أي شيء. حسناً، لنرى ذلك، ما رأيكم؟ ماذا لو أنها يمكنها الفوز؟ فلنقل لها الحقيقة كاملة ولتصل إلى آذان جميع الصحفيين، سيكون عاراً على فريق روزي. صباح الخير. استيقظي أيتها الجميلة. حان الوقت للفوز. ماذا يحدث؟ كم الساعة الآن؟ أريد أن أنام. إنها الساعة الرابعة الآن. صباحا. ماذا يحدث؟ كم الساعة الآن؟ أريد أن أنام. لقد بزغ الفجر بالفعل، هذا يعني إن الوقت قد حان للاستعداد. اليوم هي المنافسة. يمكننا أن نحضر أنفسنا. أنت بحاجة إلى مساعدتنا، تعال. لهذا السبب نحن ميا هنا. أدخليها لكي تستحم. لا، من فضلكم، لا أريد الفوز، أريد أن أنام فقط، هذا يكفي. نعم، سيكون الأمر صعبا علينا معها بالتأكيد. بالطبع، هل ستقدر إما كل هذا عندما تتذكر الحقيقة وتدرك أننا لم نكن أصدقاء لها بل أعداء؟ تبين أن أصدقائها فظيعون ونحن الذين نساعد إما، لذلك لا داعي لأن تغضب منا أبدا. أوه، كم الجو خانق هنا. أوه، انظر هناك. نعم، كما تعلم من الصباح يسيرون بالفعل جنبا إلى جنب. يظنون أن الجميع نائمون ولا يمكن لأحد رؤيتهم. سألتقط لهم صورا. لماذا تحتاج هذا؟ وماذا في ذلك؟ محادثتنا الأخيرة مع إما كانت حول هذا الموضوع ولم تصدقنا أبدا. ماذا لو عادت وتذكرت؟ نعم، هذا رائع، لقد اعتدت عليها بالفعل، لذلك لا أريد أن أفقد مثل هذه الصديقة. بل وأكثر من ذلك مع هؤلاء. يمكننا أن نحضر أنفسنا. أنا مستيقظ بالفعل ومستعد للفوز. والآن أنت حقا أصبحت مختلفة تماما. لذلك دعينا نضع لك المكياج، اليوم سوف تبدين بمظهر جيد في العرض يا عزيزتي. هل سأكون أميرة حقا؟ نعم، وهذه هي فرصتك للفوز، لأنه ليس كل فساتين الأميرة تحتوي على الكعب. دعونا نأمل أن تحصل على بعض أحذية الباليه. أجل. حسنا، هذا جيد بالفعل ورائع، لقد كنت مثل وحيد القرن المتعب. أنت لطيفة جدا وكذلك براقة ولامعة. وأنا أيضا. يعجبني حقا. ربما دعينا نرفع شعرك قليلا لتكشف عن وجهك الجميل جدا. يا لك من جميلة. وماذا، فهي حقا أميرة. هذه هي حقا منافستنا. يا رفاق، ماذا سأفعل بدونكم؟ أظن أنها كان يمكن أن تكون هي تتناول الآيس كريم على الأريكة في المشفى. حسناً، أو يمكنها الذهاب إلى مدرسة عادية وليس إلى مدرسة نموذجية. ماذا الآن؟ ننتظر بداية خروجك للعرض، في هذه الأثناء سنذهب للاستعداد، نحن أيضاً مشاركون.
ماذا بك؟ هل تشعرين بالسوء والمرض؟ لا هذا عادي، كل ما في الأمر أنني أحياناً أرى صوراً تظهر وتختفي بسرعة، فقط هكذا. ستتم استعادة ذاكرتك قريباً فلا تقلق البتة. حظاً سعيد. نلتقي في المسابقة عزيزتي. شكراً لكم. لماذا أراه طوال الوقت؟ ماذا يحصل؟ هل يمكن أن أقع في حب رجل من فريق آخر؟ هناك الكثير من الذكريات عنه. حسناً إذن لقد حان يوم المنافسة، هل سيحقق لي لكم أحد النصر؟ نعم سوف يحدث هذا. آمل أن أكون أقوى من الفريق الثاني. أتمنى ذلك. جاسن، هذا هو لباس العرض. أوه، أنا سأرتدي زي الأمير اليوم؟ هل هذه هي ملابسي؟ رائعة، ومن ستكون الأميرة هناك؟ يقولون أنه من الممكن أن يتم إقرائك مع أحد المشاركين، لكن من هو هذا لا يزال غير معروف. ما هي الملابس التي سترتديها أليس؟ ربما هي الأميرة بعد كل شيء. لا، اليوم سوف تسير أليس على المنصة مرتدية بيجامة فقط. ملابس النوم؟ حقاً؟ من جاء بهذا؟ ولماذا لم أكل منذ يومان؟ لأرتدي هذا حتى خصري لن يكون مرئياً. أنا لم أختر هذا، حظاً سعيد. حسناً عظيم. ميا، هل قررت تغيير عملك؟ أنت الآن سكرتيرة القاضي، ما بك؟ مضحك للغاية، أنا سأعد ملابس المكاتب، وكما أرى أنت يا توم معي. نعم، ليست بدلة سيئة. الشيء الوحيد المفقود هو حقيبة وردية مثل حقيبتك، لن أرفض ذلك منك. أنتم لا تزالوا محظوظين، يبدو الأمر كما لو أنني هربت من صف الصالة الرياضية. لا يا رفاق، نحن جميعنا محظوظون، من الأفضل أن تنظروا إلى أليس. ما الذي يجعلكم تضحكون؟ نعم، هذه ملابس النوم. أوه، جاستن الأمير. مرحبا أيها المتخلفين، ماذا يا أليس؟ لقد قيل لي أن عارضات الأزياء المكتبيات سوف يخرجنا معاً الآن، ما رأيكم؟ هذا يعني أن الأمير والأميرة سيخرجان معاً، أليس كذلك؟ ومن هي؟ جاستن، من هي أميرتك؟ أخبرنا، لا تبدو أنها أليس أبداً. نحن لا نعلم. إذا لم تكن أليس وليس أنا وليس نحن، إذن ستكون إيما. أنا لست متأخرة. يا إلهي، هل جئت حافية القدمين؟ إيما لا تستمعي لها، أنت لست متأخرة، كل شيء سيبدأ قريبا جدا. وها هي هيئة التحكيم. أوه، منافسين عظماء والمفضلين لدينا، هذا رائع. أنا أحب هاتان الاثنتان. أوه، ماذا بك؟ إنها المدربة. سيفوز الأفضل. نعم، سيفوز الأقوى. أوه، يا له من زي أمير رائع. إنه أمر غريب، لماذا تقف بجانب الأميرة فتاة ترتدي بيجامة وليست أميرة؟ ما هذا؟ نعم، ملابس النوم. الصمت أليس، إنها هيئة المحكمين، قد يكون لديك مشاكل. لماذا إيما أميرة؟ هل أنت سعيد بذلك؟ ما علاقتي بذلك؟ سوف تكونان معا على المنصة. هذا ليس طلبي، لذا توقفي عن الغيرة. هكذا يبدأ كل شيء، يبدأ عرض الأزياء جاهزين وهيئة المحلفين في مكانه. نعم، الأقوى سينتصر بالتأكيد. لذلك دعونا نبدأ منافستنا، حيث ستقوم العارضات بعرض الملابس من أفضل المصممين في مدينتنا. هيا استعدوا لذلك. اليوم سنبدأ بالملابس الأكثر راحة. نعم، إنها أكثر راحة. أليس، هيا استعدي للعرض. أوه كلا، أفتتح المنافسة، أنا أكره أن أكون الأولى. حظا سعيدا لك. هو أحسنتي، هيا، لماذا لا أحد يصفق؟ أحسنتي أنت، هذا رائع. هذه هي الفتاة التي صرخت علينا من الزاوية. نعم، هي بالتأكيد التي صرخت علينا. حسناً، هذا كل شيء يا إليس. وهذا لا يعني أي شيء بعد الزي الثاني. أعتقد أن هذا لا معنى له حقاً. أحسنتي، في المرة القادمة امتحي هيئة المحلفين والأعزاء المحكمين.
هذا لن يساعد بعد الآن يا أليكسا. المحكمين. ولماذا يجب أن أنظر إلى الزي الثالث؟ لا أعرف، كل هذا لا معنى له منذ البداية. سيكون التالي الأفضل. أشكر جميع الحكام على هذه المسابقة وأقول لكم مرحباً. هذا انتهاكي للقواعد، أرادت أن تقول شيئاً آخر الآن. جاستن إلى الأمام، إنني أثق بك أنت. أيها المدرب، ليس هو عرضي الآن. إن هذا حقاً عار. لذلك دعونا نستمر بعرض الملابس المكتبية. نحن ندعو هذين الزوجين الرائعين. مقرف. اسكتي. الصراعات محظورة وإلا سيتم استبعاد المشاركين. هذا هو حقاً ماذا سيحصل الآن؟ هل فهمتم القواعد أم ماذا؟ كله بسببك، كنت سأصمت بالفعل. يا رفاق أنتم رائعون حقاً. متأكد من أنك سوف تفعلي ذلك جيداً. هل أنت جاهزة للخسارة يا أليكسا؟ لدي المزيد من المشاركين وهذا يعني أن هناك المزيد من الفرص. انظري إلى ملابسهم السيئة، إنه لا ذوق لديك. بالمناسبة ملابس مصممينا ليست سيئة، إنها جميلة أيضاً، أليس كذلك؟ من فضلكم لا تسيئوا هكذا. آسفة آسفة، لم أقصد ملابس المكتب الأنيقة، أقصد العارضين هم كذلك بالفعل. انظروا إليهم. أنا متأكدة من أنهم يستحقون الفوز. أشعر بالقلق أكثر فأكثر. لا فائدة لخروج آخر أصدقائنا الآن، بعد ذلك سيكون دورك يا عزيزي. رائع، رائعون. هم أعجبوني. لديهم كاريزما. نعم. والآن سيكون عرض البدلات الرياضية. هيا. أحسنت يا أوسكار، والآن سيكون عرضي قريبا جدا. لا تقلقي يا إما، هذا سهل وممتع. كم هو زوج قوي حقا. أشعر بالملل حقاً. لو كان هناك الأمير والأميرة. حسناً، هيا بسرعة الزي الثالث. هيا. هذا سأكون التالية في العرض. والآن أهم ما يميز أمسياتنا الجيدة. نعم إنها هي. دعونا نعود بضعة قرون إلى الوراء. ماذا؟ وأوضحت أن هذه الطريقة جيدة للتعبير عن الذات. نعم نعم نعم، هذا عمل جيد. كم هذا ثنائي رائع، وكأنهم خلقوا مناسبين لبعضهم البعض. أعتقد أن هؤلاء سيكونون الفائزين. هذا يعجبني. هذا هو ما ينبغي أن يكون. أحسنت يا جاستن. ماذا تفعلين أنت وماذا تقولون؟ نحن الآن جميعا غير مؤهلين. فتاة مسكينة الآن سوف تقع في غيبوبة مرة أخرى. هل تعتقدون أنها بخير أم ماذا؟ أنا خائف من التحقق من ذلك. ربما نستدعي سيارة الإسعاف. لن يحدث لها شيء. هي هيا استيقظي أيها الأميرة. وهذا هو الأكثر إثارة للاهتمام في ممارستنا للمسابقات. نحن بحاجة لاستدعاء الصحفيين. الصحافة والصحفيين بسرعة. هيا. يا رفاق، لقد تذكرت كل شيء. أولا. حسنا، لدي أدلة مصورة لهذه القضية. اليوم سوف تصدقنا بالتأكيد. لقد خدعتموني، أنتم لستم أصدقائي. هنا أصدقائي، صديقي وأفضل صديقة لي. نعم. هل تذكرت شيئا؟ أنا لست كذلك. وأنا الآن ستكون مطيعا. بغض النظر يا عما يظهرونه لك، هذا كله غير صحيح. أعتقد أننا بحاجة للخروج من هنا الآن. لقد قلنا لك الحقيقة منذ البداية يا صديقتي. لا، كم كنت غبية حقا. ماذا هناك؟ ماذا؟ هيا اشرحوا لنا ما بكم. نحن حقا لا نريد أن نخدعكِ يا إم. نحن نريد تكوين صداقات معك. لولاكم لم أكن لأنجح. الآن وأفعل ذلك. شكرا لكم.
نحن أصدقاء دائما. أوه. فتياتي الرائعات، هل أستطيع القدوم معكم؟ كلا. لماذا لا يحبني أحد؟ هاي إما، ما بك؟ هي أخبريني. أنا كنت أرغب في الصعود إلى منصة العرض، لكنهم لم يأخذوني. ماذا؟ أنت تعرفين؟ هيا اذهب. فقط ألقوا نظرة على هذه المسكينة. ها هي الفاشلة هنا. كيف يمكنها في الواقع الوصول إلى منصة العرض الآن؟ أنت لا أحد ولا قيمة لك. لا لا تفعلوا ذلك. لماذا؟ أنت لا تستحقين الصعود معنا على مسرح واحد، هل تفهمين؟ هيا احصلي على هذا. هذا ما تستحقين. لماذا أنت تعاملني بهذه الطريقة؟ لنواصل عرضنا. هيا. حسناً، كيف يمكنهم فعل هذا بي؟ إنه بسببك نحن هنا. بسببي؟ نعم، أنت من أوقعتنا أولاً وخرقتم القوانين، هذا سيء. أوي أوي أوي، توقف. هل تسمع شخصاً ما يبكي؟ وأنا أحب ذلك عندما يبكي الناس. لذلك نحن بحاجة ماسة لمساعدة هذا الشخص. الملائكة كما هو الحال دائماً، لكننا شياطين شيء آخر، هو أنه ليس لدينا أي شعور بالشفقة. مرحباً. من أنت؟ نحن أصدقائك. أي أصدقاء آخرين؟ لا، اتركوني لوحدي. حسناً، لقد أخذتها وأخفت المسكينة. نعم، دعها تهرب. هل رأيتها ليست لها ذوق في الموضة على الإطلاق؟ هل تفهمين أننا بهذا المعدل لن نعود إلى ديارنا أبداً؟ هل تفهمين؟ نحن بحاجة للقيام بعمل جيد، وهذه فرصة عظيمة. عمل جيد؟ لقد سئمت بالفعل من هذه الكلمة. هيا علينا أن نجدها ونحاول أن نكون لطيفين قليلا، هل تفهمين؟ هيا. المهووسة مرة أخرى. يبدو أن الوقت حان للتدخل. يا فتيات، هل ترغبون في الحصول على بعض المتعة؟ وإذا أعجبك الفيديو الخاص بنا فقم بالإعجاب والاشتراك في قناتنا حتى تتمكن من المزيد من المشاهدة. أحسنت، فكرة رائعة. هيا لنذهب. هيا. إما، هل تريدين شرب الكولا؟ هل أنتم جادون؟ نعم. الآن سيكون هذا المحتوى موجوداً وسيحظى بالعديد من المشاهدة. كيف عرفتم أنني أحب هذا الشراب؟ لقد راقبوك لفترة طويلة فقط. نحن آسفون جداً لما حدث في عرض الأزياء ونريد الاعتذار. نعتذر. هل هذا صحيح؟ شكراً يا رفاق. كل شيء على ما يرام. إما ماذا؟ هل أعجبتك الصودا أيتها المحبوسة؟ إما كل شيء على ما يرام. ماذا؟ هل اعتقدت حقا أننا سنكون أصدقاء مع شخص مثلك؟ أيتها الساذجة، هذه ليست سوى البداية. أنتم حقا وقحون. إما، إلى ماذا تنظر أيها المهووس؟ هل تريد الحصول عليه أيضا؟ أخبرني. أنا؟ لا لا لا، لا تفعلوا ذلك. وها هم الخاسرون. لماذا هم هكذا معي؟ لم أفعل أي شيء سيئا لهم. تستطيع الانتقام منهم. الانتقام أمر سيء بالطبع، لكنهم يستحقون ذلك. ماذا تفعلون هنا؟ هل تتبعوني أم ماذا؟ حسناً، ربما قليلاً فقط. يمكنك أن تصبح جميلة وامسحي الأرض بهؤلاء المغرورين. نعم، من السهل عليكم أن تقولوا هذا، وحتى أمام الرجل الذي أحبه حقاً. أحرجت نفسي كثيراً. إذن ما الذي سيكون لذيذاً جداً لتناوله؟ فقط إلقوا نظرة عليها. هل قامت بتغيير ملابسها إذن؟ بالتأكيد لا. أفضل من الحقيرات. مرحبا يا شباب. إيتن، هذه فرصتي الوحيدة. هاي. أوي. انتبهي إلى خطواتك أيتها المهووسة.
آسفة، لم أفعل ذلك عن قصد، دعني أساعدك في مسحه. لا حاجة لذلك، لقد اتسخت صورتي المفضلة الآن بسببك. إيتن، وإذا أمكن إعطاء دروس في الحماقة، إذن سيكون جميع العملاء لك. نعم، وهكذا كان من الممكن أن تكون عارية. ها هي الخاسرة. لماذا أنت واقفة هنا؟ أخرجي هيا. حسناً، لم أكن أريد ذلك. أنا هنا الآن، لن أتقرب منه أبداً. نعم، انسي ذلك، وسوف يركض خلفك بالتأكيد. سوف نساعدك في هذا. هل هذا صحيح؟ لماذا ستساعدوني؟ نحن فقط، نحن طيبون للغاية. شكراً لكم، إذا أصبحت مشهوراً فسيكون هذا أفضل يوم في حياتي. حسناً، لنذهب لتصنع مني جميلة. حسناً، اذهبي وسنأتي إليك لاحقاً. بماذا وعدتها؟ كيف يمكننا أن نصنع الجمال من هذا الغطاء؟ إنها بشعة. هل نسيت لماذا طردونا من عالمنا؟ أم أنك لم تعودي ترغبين في العودة إليه أبداً؟ حسناً، أنا أكره ذلك بالفعل. يجب أن نقوم بذلك، لنذهب. هيا ولنتوصل إلى هناك. هنا. انظر كم من الأشياء الجديدة اشتريتها لك جاستن، وأنا أخذت الكثير من المجوهرات. سيوزي، ألا ترين أنني مشغول الآن؟ نعم يا فتيات، اذهبوا. ألا ترون أن لدينا لعبة مهمة جدا؟ هل أنتم جننتم تماما؟ ربما سوف تولون اهتماما لنا. اذهبوا الآن، لدينا لعبة مهمة. نعم اذهبوا، لا تعيقونا الآن. إليس، هل رأيت هذا؟ لنذهب، سوف يتبين لهم كيف ينبغي أن يتم تقديرنا. حسناً، دعهم يذهبون. إنهم ساذجون، يعتقدون أنهم أكثر أهمية بالنسبة لنا. رائع، كم هو جميل هذا المكان. يطلق عليه صالون التجميل، على الرغم من أنك ربما لا تعرفين حتى. أليكسا، لا تهتم لهذا، إنها تمزح فقط. إذن من أين نبدأ؟ أنا مستعدة لأكون جميلة. حسناً، نحن بعيدون جداً عن ذلك. توقفي عن فعل ذلك. حسناً، الأمر بهذا السوء، أليس كذلك؟ حسناً. نعم، أولاً علينا خلع هذه النظارات الغبية. حسناً، لن أرى جيداً. الجمال يتطلب التضحية، هيا. والآن نحن بحاجة للتخلص من حب الشباب والعثور على نوع من أقنعة الوجه. أنا لا أفهم حتى أين يمكن أن يكونوا. لا أستطيع أن أصدق أنني سأصبح جميلة. عظيم، حتى يتمكن الجميع من معرفة من هي في مدرستنا قبيحة هذا العام. سأريهم. حسناً، أي نوع من الفن هذا؟ بشكل عام سأتطلع للسخرية من هذه المهووسة، لكنني انتظرتكم لفترة طويلة ولم تأتوا. بالمناسبة، لماذا مزاجكم هكذا؟ لا شيء، الأولاد هم فقط غير متفرغين لنا. إنهم لا يهتمون بنا حتى. من الجيد أنني لا أعاني من مثل هذه المشاكل، لأنه ليس لدي حبيب أيضاً. مثل هذا، إنه لطيف. لا أستطيع تصديق هذا. هل هذه هي المهووسة؟ تبدو رائعة. مرحبا يا فتيات، إذن ما رأيكم بمظهري الجديد؟ حسنا، لدينا الفتاة الجديدة هنا. أعتقد أننا سنصبح أصدقاء معها. هل هذا صحيح؟ المهووسة؟ كنت أعلم أن الجميع سيقدرون مظهري الجديد. شكرا لكم يا رفاق. كيف فعلتيها؟ أجيبي. فعلت ماذا؟ أني أصبحت جميلة؟ جميلة بالنسبة لي أيضا، لقد كنت دائما قبيحة بهذه الطريقة. ماذا؟ هل أنت خائفة من أن أكون أكثر روعة منك؟ لذلك سأصبح، تقبلي هذا. حسنا، اسمعي أيتها المهووسة، لن أسمح لها بتشويه سمعتي أبدا. من الواضح أنها لم تتوقع أنني سأتمكن من الرد عليها. إيما، هذه أنت؟ حسناً يا مايك، انظر إلي. يا إيما، لقد أصبحت جميلة جداً، ولكن كيف؟ لا يهم، الآن سأظل هكذا دائماً. هذا رائع، لدي صديقة جميلة، نعم. حسناً، سأعتبرها مجاملة. إيما، تعالي إلى هنا بسرعة. استمع يا مايك، يجب أن أسرع بشكل عاجل. حسناً، انتظري،
لكنني لم أفهم من يكونون هؤلاء. من هم؟ هؤلاء أصدقائي، لقد ساعدوني في أن أصبح هكذا. على أي حال استمع يا مايك، سأشرح لك كل شيء لاحقا. وداعا. بعض الأصدقاء الغريبين، لم يسبق لي أن رأيتهم في مدينتنا من قبل. نعم هذا غريب، غريب حقا. ما الذي تفعله هنا؟ هل أصبحت مجنونة تماما؟ ماذا حدث؟ من هذا؟ مع من كنت تتحدثين؟ ها؟ مع مايك، هذا صديقي المفضل. ولا تفكري حتى في التواصل معه. هل تريدي أن تكوني رائعة؟ لا يتحدث الأشخاص الرائعون. نعم أنا أتفق معك في هذا كثيرا. حسنا كيف ذلك؟ أنا لا أخون أعز أصدقائي. هل تريدي أن تصبحي مشهورة أم تريدي العودة إلى صورة المهووسة؟ إلى صورة القديمة؟ أنت لا أحد ولا قيمة لك. لا لا تفعلي ذلك، حزنا. لماذا؟ اخرجي من هنا، انت لا تستحقين ان تقفي معنا على نفس المسرح. احصلي على هذا. هذا ما تستحقين. نعم حقا، شكرا لكم يا رفاق. هنا الخاسرة. هاي أوي. انتبهي إلى خطواتك أيتها الحمقاء. لا 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 أريد ذلك. إذا توقفي عن التواصل معه، وإلا فإن كل عملنا سيذهب هباء. حاولي أن تخبريه وأن تقولي له ذلك بلطف. حسنا سأفعل كل شيء. نعم كم هو صعب التعامل مع هؤلاء الناس. لا بأس، يمكننا التعامل مع الأمر. هاي هل نسيت لماذا طردونا؟ عظيم، هذا هو المكان الذي نستمتع فيه. سيوزي ماذا تفعلين هنا؟ يا رفاق أريد أن أمزح مع تلك المهووسة، لقد فعلنا هذا دائما معها. لم تعد مهووسة بعد الآن. يمكننا تكوين صداقات معها. يا رفاق لن أكون صديقة لها على الإطلاق. حسنا لذلك نحن جاهزون تماما. في الواقع أنت صديقي إن لم تنسى. حسنا وماذا؟ اهدأوا اهدأوا لا تتشاجروا، لقد نسيتم أن لدينا أيضا مهووسة آخر، دعونا نرميه هو في البيت. بالمناسبة هذه فكرة جيدة ونحن لن نخسر شيئا. نعم بالطبع. حسنا كل شيء جاهز. مرحبا يا رفاق، ما الذي تناقشه هنا؟ نعم لقد قرروا قضاء وقت ممتع مع ما. سيكون الأمر مضحكا حقا يا إيما. حسنا نعم. الآن سيكون هناك عرض. مايك ما هذا؟ إنها بيضة. أظهري أنك لست خائفة منه وارمي كوبا آخر من الماء عليه، ما رأيك؟ ماذا؟ أنا؟ ماذا؟ أنت خائفة؟ لا أنا لست خائفة. إما؟ آسفة يا مايك. ما الذي فعلتيه يا إما؟ إما أحسنتي. كما تعلمين إن الأصدقاء لا يفعلون ذلك. لقد اجتزت الاختبار وستكونين أيضا عضوا في مجموعتنا الآن. حسنا هل أنت سعيدة؟ نعم بالتأكيد. عظيم إذن دعينا نذهب. أريد أن أكتشف كيف أصبحت بهذا جمال في يوم واحد. هناك شيء غير نظيف. مهلا، لماذا أنت مستاءة جدا؟ ماذا؟ هل لم يعجبهم فستانك أو حقيبة يدك أم ماذا؟ لا لقد أعجبهم كل شيء. اليوم قمت بخيانة أعز أصدقائي. سيكون هذا شيئا يدعو للانزعاج، لكنك الآن أهم جميلة في المدرسة وهو ما أردت أن تصبحي عليه. لا تحزني فأنتم سوف تتصالحون لاحقا. لا إنهم لن يسامحاني. يا رفاق هل ستسامحونني؟ اكتبوا لي هذا في التعليقات. لماذا تحتاجي إليه؟ إنه طالب مهووس عادي والذي لا يستطيع حتى اختيار قميص لنفسه. يا إلهي ما الذي تتحدث به هذا؟ لا أفهم، غريب. لذلك ستجدي صديقا أفضل منه. ليك ستوقفي. أعتقد أن لدي فكرة. شكرا لكم، أنتم الأفضل حقا.
لم أفهم بماذا فكرت حقا. لا أفهم. أنت دائما مندفعة جدا، وأنت لا تعرفين أبدا ما سيبدأون في التفكير به. لا أستطيع الانتظار حتى نعود إلى المدرسة أبدا. لن أدع إما تصبح ملكة المدرسة وأن تأخذ أيضا مني. هذا كل شيء، هذه نهايته. لا أستطيع التحدث معك لأنك فعلت هذا بي. أنا آسف يا إما، لكن لا أريد أن أتحدث معك أبدا. اغربي عن وجهي. حسنا انتظر، استمع لي، جئت لأعتذر لك يا مايك. لقد خنتني واخترت هؤلاء الحقيرين، كيف يمكنني أن أثق بك الآن؟ آسفة. بالمناسبة حتى أنني اشتريت الحلوى المفضلة لديك هي. حسنا على الأقل استمع لي. حلويات؟ نعم نعم خذها. حسناً سأستمع، لكني لا أعدك بأي شيء أبداً. نعم لقد فكرت بكيفية التأكد من عدم تعرضك للأذى أيضاً. حسناً هذا غير واقعياً أبداً، سيتنمرون علي دائماً. صدقني أنا أعلم بالضبط كيف يمكن أن تظهر بمظهر جميل هكذا. لا حسناً، أنا بالتأكيد لا أريد أن أصبح جميلاً، لكن من الممكن أن أصبح رجلاً. حسناً هيا لنذهب. إذن أين نحن الآن؟ هنا سوف نختار لك أفضل مظهر لك في حياتك. حسناً، هل يعجبك هذا الخيار؟ حسناً، هذا نوع من الأسلوب الرياضي. أنت لا تفكر بأي شيء، هذا مناسب لك تماماً. وربما سنأخذ هذا، وربما هذا أيضاً. نعم. هل أنت متأكدة من أن هذا سوف يناسبني؟ لا أعلم. بالتأكيد، هيا قم بقياسه. حسناً. حسناً بطريقة ما إنه جيد. بالتأكيد إنه يناسبك جداً، لكننا لن نأخذه. وكيف هذه البدلة؟ حسناً هذا أفضل، دعنا نحصل على المظهر الأخير لك هيا. حسناً حسناً، أعتقد أنني أبدو كنوع من الطاووس في هذا، لا يعجبني كثيراً. ما هو رأيك؟ هل من السهل أن تصبح مشهوراً؟ تعال بسرعة، لديك مظهر آخر متبقي. حسناً حسناً، يعجبني ذلك أكثر شيء، إنه مريح جداً، ما رأيك؟ حسناً هذا أفضل، لذلك دعنا نأخذه. هذا المظهر والمظهر السابق، إنه رائع. إما هناك مشكلة، ليس لدينا ما يكفي من المال لهذا الغرض. يكفي لا تقلق، سأدفع ثمن كل شيء. حتى أنني أعجبت بالذهاب للتسوق. نعم نعم، تبقى الخطوة الأخيرة فقط. هاي إما، لا أستطيع أن أرى جيدا. لا بأس، سوف تعتاد على ذلك، لقد اعتدت على ذلك بطريقة ما. إما وما هذا أيضا؟ حسناً ماذا بكم؟ تعرفوا على مايك وقررت مساعدته بنفس الطريقة التي ساعدتوني بها ذات مرة. كم أنت لطيفة حقاً. كم أنت يا إما، تدركين أن زملائك في الصف لن يفهموا. سيتفهمون الأمر، انظري فقط كم هو رائع. كما لو أن أي ملابس لن تساعده. حسناً شكراً لكم على مساعدتي مرة أخرى، ولكن حان وقت رحيلنا. نعم أستطيع أن أرى أفضل. أنت هل رأيت ذلك على الإطلاق؟ ماذا يعني ذلك؟ حسناً لقد قامت بعمل جيد. هيا كم هو مثير للإشمئزاز سماعي هذه الكلمات، وبشكل عام لا أفهم، لقد ساعدناها ولكن لسبب ما بقينا هنا. وهذا يعني أن مهمة الملاك والشيطان لم تكتمل بعد على الأرض. لقد سئمت من وجودي في هذا العالم الغبي، كل شيء هنا يضايقني حقاً. حسناً من الواضح أنك شيطان. الملاك والشيطان يساعدان إما، كم هو مثير. في الواقع ليس من الجيد التنصت. انظر إليها، يا لها من فتاة جريئة حقا. أتساءل ماذا لو اكتشف جميع سر إما؟ هل تعتقدون أن جميع أصدقائها سيتقبلون؟ أنت لن تفعلي هذا. يا فتاة هل تريدين بجدية الوقوف بطريقنا؟ لا أريد أن تتدخل إما معي، إما أن تجعلها غير شعبية مرة أخرى أو سأخبر الجميع. هل سمعتم هذا؟ لقد سمعناك. إذن ماذا؟ أليكسا. هذا عظيم، من الواضح أن الشيطان مفكر أفضل من الملاك، لقد كان من دواعي سروري. هل أنت مجنونة؟ لماذا وافقتم على طرح هذا الموضوع؟ لن نعود إلى المنزل أبدا بمثل هذا التصرف الغبي. لا داعي للذعر، فهذه الفتاة لا تزال لا تعرف ما الذي ينتظرها أبدا. بماذا فكرت أنت؟ أليكسا لابد من الارتباط بالجميلة الرئيسية للمدرسة من أجل الاحتفاظ بلقب الرجل الوسيم الرئيسي. ماذا ستقول سوزي عن هذا؟ لا ربما ستتفهم على أي حال هذا. يا رجل،
أشعر أن هناك فضيحة تنتظرك أنت. الآن الشيء الرئيسي بالنسبة لي هو الحفاظ على سمعتي فقط. إيما يمكنها مساعدتي في هذا. إيثان، لدي أخبار جميلة لك. نعم، ما هي يا سيوزي؟ أخبريني الآن. تصور، قررت إيما مساعدة مايك في أن يصبح وسيماً. أوه. ولا أعتقد أن هذا سيساعدك أيضاً. لا أفهم، ما الذي تخفيه هناك؟ أنت تتخيلين ذلك؟ حسناً، أرني بسرعة، هيا. سيوزي، لماذا أنت هكذا؟ أوه، انظروا، الطائر يطير. أين؟ أوه، ماذا لدينا هنا؟ هدية لإيما؟ هذا ليس لي بل لجاستن. لجاستن؟ لي أنا يا إيثان؟ هيا اعترف أنك كنت تريد التقرب من الفتاة المشهورة الجميلة. جاستن، أنت تفهم مدى وقاحة هذا الأمر مع أليس؟ هيا افهم. نعم حسنا أنا أفهم. لم أتوقع هذا منك على الإطلاق. هل أنت مجنون تماما؟ ماذا قلت لها؟ لماذا؟ ماذا حسنا؟ هي بالتأكيد لن تسامحني، وأنت يمكنك الخروج من المشكلة بالتأكيد. شكرا لك يا صديقي، وتسمي نفسك صديقي. هذا عادي يا صديقي. مرحبا يا فتيات، ماذا تفعلون هنا؟ نشاهد حلقات الفتاة الثرثارة. تعالي معنا، هنا يبدأ الإمتاع والمرح. اسمع يا أليس، أريد أن أخبرك بشيء هام. لا تخيفيني، ما الذي حدث؟ لقد كنت في غرفة الأولاد وأعتقد أن جاستن معجب بإيما، حتى أنه أعد لها هدية جميلة. ماذا؟ جاستن؟ كيف يجرؤ حتى؟ لم أكن أريد أن أخبرك بهذا، لكنك صديقتي ويجب أن تعرفي عن ذلك. شكرا لك، سأرتب هذا له الآن. لا أستطيع أن أصدق أن جاستن فعل هذا بإليس. أنا أيضاً، من الجيد أن صديقي طبيعي لن يفعل مثل هذا الشيء، بل سيكون لشخص آخر. وأنتم يا رفاق، دعوا إعجابكم وعلقوا إذا كنتم تريدون مشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو. لقد كان أسبوعاً عصيباً جداً، أتمنى أن لا تقول سيوزي أي شيء. حسناً، مرحباً. مرحباً، مرحباً، اشتريت لك الزهور. الزهور؟ حسناً، سأريك الآن كيف يمكنك خيانتي. تعرف الآن وتلقى هذا. اهدئي، اهدئي يا أليس. أو أليس، أرجوك اهدئي، ربما فكرت بشيء خاطئ. أو فكرت في الشيء الخطأ. قالت لك سيوزي كل شيء، لماذا أتيت بهذه الهدية لي؟ توقفي عن ذلك، لم أكن أنا من أعد هذه الهدية، بل إيثان. ولكن كلا، كل ما عليك فعله هو الاختباء خلف صديقك الآن. نعم أنا أقول الحقيقة، كان إيثان هو أعد هذه الهدية لإيما، لكن عندما دخلت سيوزي خاف أن يخبرها وألقى اللوم عليه. ماذا يعني هذا؟ هل إيثان خائن؟ حسنا هذا ليس أنا، لن أفعل ذلك أبدا. حسنا أنا آسفة، لقد كنت عاطفية فحسب. نعم أنا أشعر بالأسف على هذه الزهور، من الأفضل ألا تخبر سيوزي وإلا سأكون خائنا بالنسبة لإيثان. لن أخبرها بأي شيء، أعدك أنت تعرفني جيدا. أنا قلق حقا. نعم اهدأ، كل شيء سيكون على ما يرام، لا تقلق. سأحاول ألا أكون متوترا. يا إلهي، يا لها من باقة جميلة. رائع، يبدو أن لديك معجبا سريا. نعم المعجب الأول في كل سنواتي في المدرسة، هذا مثير. رائع، وهذا هو الاتجاه لجميع المهووسين الآن، جميعهم يتحسن. رأيي يبدو بمظهر جيد حقا. لا سيبقى كما كان، لقد خلع فقط نظاراته. حسنا لقد حاولت يا بنا، أتمنى أن يعجب البعض منكم، ما رأيكم؟ أوه يا إيما، هل هناك من يقدم لك الهدايا؟ نعم يهدوني، ماذا هل أنت تغاري؟ أوه سيكون أمرا مثيرا للحسد والغيرة فقط إذا أعطاها الرجال الطبيعيون. حسنا إذا قمت وصف صديقك بالجنون فهذه مشكلتك أنت حقا. ماذا؟ وما علاقة إيثان بالأمر؟ لأن هذه هدية من ذلك المتأنق، أنا لا أفهم كيف يفعل هذا إيثان. حسنا أعطني إياها الآن. ماذا؟ هذا لا يمكن أن يكون صحيحا. لما أنتم جادين هكذا؟ هل هناك شيء ما هنا؟ لم يحدث حتى الآن، ولكن سيحدث لك. حسنا تعال معي الآن. سيوزي ماذا تفعلين؟ هيا قف. أليس لقد طلبت منك هذا؟ هذه ليست أنا. ما هذا؟ لذلك اتضح أن إيثان هو الخائن، ولماذا لم تخبريني عن هذا من قبل؟ نعم كالمهرجان. توقف. هيا يا سوزي، لماذا أنت متوترة هكذا؟ هل قررت أن تخونني؟ يا لك من معتوه. لم أكن أريد أن أخونك، كل شيء ليس كما تعتقدين. حقا؟
إذا أنت تقول أنك لست من أعطى تلك الهدية؟ لكنك الآن تفهمين أنها فكرة سيئة جدا بالنسبة لي. أتعرف ماذا؟ لا أريد رؤيتك بعد الآن، اذهب من هنا. مجنونة، حسنا سأغادر إذا كان هذا ما تطلبينه أنت. حسنا اذهب أيها الخائن. رائع رائع رائع، كم أنت مثيرة للشفقة. ماذا نسيت هنا؟ يبدو أنك وأنا قد قررنا كل شيء بالفعل. كما تعلمين قررت أنني لا أريد الاستماع إليك. أنا الشيطان وأنت مجرد إنسان صغير، لذا يجب أن تكوني في مكان إما. ماذا؟ لا لا أريد أن أكون في مكان إما. ولماذا؟ ألست مهتمة بأن تكوني في مكان المهووسة أم ماذا؟ لا اتركوني وحدي جميعا. حسنا حسنا اهربي، لا يمكنك الهروب من القدر على أي حال، سيتعين علينا استخدام القليل من السحر. أليكسا ماذا تفعلين هنا؟ بالكاد وجدتك. نعم نعم، هذه هي الطريقة التي أظهرت بها لفتاة عادية إن كل شيء في هذه الحياة لا يسير كما تريد فحسب. سيوزي انهضي، تأخرنا على المدرسة. كيف يمكنك النوم طويلا؟ ماذا؟ لماذا تصرخون هكذا؟ لقد استيقظ. ما هو الخطأ في وجهك؟ هذا فظيع جدا. لم أفهم ماذا حدث. لا فقط إلا هذا، ماذا به؟ كيف ظهرت هذه البثور في ليلة واحدة؟ يبدو أنه يجب وضع المراهم لعلاجها. لن أذهب إلى أي مكان بهذا، لا يزال لدي ما يكفي لتحمله. بالتأكيد لن أظهر بهذا المظهر. حسناً ربما سنحاول تغطيتها بالنظارات. هذا حقاً كابوس. أي نظارات هذه؟ لن أرتديها على الإطلاق، يرتدونها المهووسون فقط، أفهمت؟ حسناً يبدو أنك الآن واحدة منهم. هذا حقاً كابوس. إذن ما رأيك، هل ستذهبين في موعد مع إيتن؟ حسناً لا أعلم، لم أقرر بعد. لن أذهب لو كنت مكانك لأكون صادقاً، إنه نوع من الشباب المشبوهين. أهلاً أيتها الجميلة. حسناً ما رأيك في الموعد؟ هل أنت مستعدة للذهاب مع رجل وسيم مثلي أنا؟ ألم تمانع سيوزي؟ سيوزي؟ لا لقد انفصلنا بالفعل، لماذا أحتاج إلى فتاة هستيرية مثلها؟ إذا كان هناك خيار مثلك أنت. اسمع أنا لم أقرر بعد أننا سنذهب معا لمكان ما. حسناً توقفي عن التفكير يا جميلة، أنت سوف تواعديني أنا متأكد. حسناً بالطبع لم يصل الجميع بعد. حسناً ماذا؟ هل رفضت؟ ما زالت تفكر لكنها سوف تكون بالتأكيد لي. سيوزي أين أنت؟ ادخلي. سوزي ما بك، أنت تبدين كالمهووسين الآن أيضا. جاستن توقف. وماذا في ذلك؟ نحن دائما نسخر من هؤلاء الناس. بمجرد أننا انفصلنا ظهر لديها حب الشباب على الفور. إنه يناسبك بشكل أفضل. مايك ماذا بكم؟ كيف يمكنكم أن تقولوا ذلك يا إلهي؟ لا أفهم على الإطلاق كيف يمكن أن يحدث هذا. الآن لدينا فتاة واحدة أكثر غرابة في المدرسة. هيا توقفوا، فهذه صديقتكم، ماذا بكم؟ هل تريدين أن تدافعي عنها الآن؟ حسناً يا إما، كانت تغضب عليك باستمرار، فلتكن هي أيضاً بمكاننا. لا، هذا غير صحيح. أحسنت يا إما. هي صاحبة مبدأ، لم أكن أعتقد أنها تريد مساعدة عدوها. بل مغزى من لطفك يا أليكسا، يجب أن تتعلمي منها التصرف بلطف. كما تعلم أنا أشعر بأنني بحالة جيدة، سأذهب وأشيد بها. حسناً أنا معك، هيا لنذهب. لم أعد الأجمل، ولن يتواصل معي أحداً بعد الآن. يا إلهي لماذا لا أحد؟ أنا أريد التواصل معك. لماذا أتيت إلى هنا؟ لتسخري مني أليس كذلك؟ لا لماذا سأسخر منك على الفور؟ على العكس من ذلك جئت إلى هنا لدعمك. أردت أن أقول أن هناك طريقة للخروج من أي موقف. من هكذا منظر؟ فقط انظري إلي كم أبدو غبية يا إلهي. حسنا لا تقلقي، سنزيل لك هذه البثور، الجمال ليس أهم شيء في الحياة. تعلمين يا إما، لم أعتقد أبدا أنك تريدين مساعدتي، أنت لطيفة جدا، أما أنا لا. الشيء الأكثر أهمية هو أنك فهمت هذا والآن يمكنك تغيير ذلك. شكرا لك يا إما، أنت رائعة جدا. حسنا لا يزال لدينا الكثير من الأشياء للقيام بها. اسمعي اذهبي الآن وأنا سألحق بك. حسنا.
أنت عظيمة جدا، لقد قررت مساعدتها. ولكن الآن سوف ينقلب الجميع ضدك. نعم وليكن ذلك، لكنني بقيت شخصا جيدا. شكرا لكم، لم أستطع أن أصبح ما أنا عليه الآن لولاكم أنتم. نحن سعداء جدا لأن كل شيء سار بهذه الطريقة. فقد تذكروا أنتم لقاؤنا الأول. حسنا، كيف يمكنهم أن يفعلوا هذا بي؟ هذا كله بسببك أنت. بسببي أنا؟ بل أنت من أوقعتنا هنا أولا وخرقت القوانين، هذا سيء. أوي 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 أوي، توقف، هل تسمع أحدا ما يبكي؟ وأنا أحب ذلك عندما يبكي الناس. لذلك علينا مساعدة هذا الشخص بكل تأكيد. الملائكة كما هو الحال دائما، لكننا شياطين شيئا آخر لأنه ليس لدينا أي شعور بالشفقة. مرحبا. ومن تكون أنت أيضا؟ نحن أصدقائك. أي أصدقاء أنتم؟ لا دعوني وشأني. حسنا لقد أتيت وأخفت هذه المسكينة. نعم دعها تهرب، هل رأيتها؟ ليس لها ذوق في الموضة على الإطلاق أبدا. يا حمقاء، ألا تفهمين أننا بهذا المعدل لن نعود إلى ديارنا أبدا؟ نحن بحاجة للقيام بعمل جيد وهذه فرصة عظيمة يا غبية. أوه عمل جيد، لقد سئمت بالفعل من هذه الكلمات. هيا نحن بحاجة للعثور عليها وحاولي أن تكوني لطيفة على الأقل، اتفقنا؟ عندها لم أستطع حتى أن أتخيل أننا سنصبح أنا وأنتم أصدقاء جيدون. لم أكن أعتقد على الإطلاق أننا نريد مساعدتك. لقد أعجبت بك على الفور وأدركت أنك تستحقين أن نساعدك، لهذا أتينا. شكرا جزيلا لكما، ولكن ما زلت بحاجة لمساعدة شخص ما، لذلك سوف أراكم قريبا. وداعا. وداعا. حسنا يا توم، أعتقد أننا قمنا بعملنا على أكمل وجه. أعتقد أن مهمتنا في هذا العالم قد انتهت ويمكننا العودة إلى ديارنا بسلام. أجل هذا ما أظنه. حسناً لا أعرف، ولكن النظر إلى كواليس العرض أمراً مقززاً. حسناً ماذا بك يا أوستر؟ انظر كم هم رائعات هؤلاء العارضات، لن أصبح مثلهم أبداً. مهلاً، لماذا أنت هنا؟ أوف، ما هذا؟ من أي مكب نفايات هذا؟ وماذا نسيت حتى هنا؟ يا فتيات لماذا أنتم غاضبون هكذا؟ ربما هي عاملة التنظيف الجديدة. ممتاز، إذاً نظفي لحذائي بسرعة. حسناً، أنا لست عاملة نظافة. دعينا نخرج من هنا، ذلك أفضل. اذهبوا من هنا، بالتأكيد لا يوجد مكان للمشردين. حسناً كوني هادئة يا إما، لا تبكي هكذا. منذ الصغر كنت أحلم بأن أكون عارضة أزياء، لكنني لم أنجح. الأحلام تتحقق دائماً، الشيء الرئيسي هو أن تؤمني بنفسك وبعد ذلك كل شيء ينجح. أوسكار كيف لا تفهم هذا؟ الثقة بالنفس وحدها لن تساعد هنا. حسناً اذهبي إذن مرة أخرى إلى دار الموضة يا إما، وبعد ذلك ينجح كل شيء. حسناً لن أذهب إلى أي مكان، لن يسمحوا لي حتى بالصعود لعتبة العرض، وبالإضافة إلى ذلك أنا قصيرة. حسناً لا بأس، يمكننا إعادة تغيير مظهرك بسهولة، لكن السؤال الرئيسي هو كيف؟ نعم أنا أيضاً أفكر في هذا طوال الوقت. لا تقاطعيني لا تقاطعيني، أنا أفكر. توقف أوسكار، أعتقد أنني أعرف كيف. كالعادة هذا التعبير على وجهك لا يؤدي إلى أي شيء جيد. هيا. حسناً لماذا حتى فكرت بسرقة هذا المتجر النتن؟ حسناً كنت بحاجة لأشياء جديدة لتصبحي عارض أزياء حقيقية. حسناً أنا معك كالعادة. نعم معك. أوسكار كان هذا سؤال منطقي، لا داعي لتذكرني بأننا أغبياء أنا وأنت. ليس هذا فحسب، بل انتهى بنا الأمر أيضاً خلف القضبان. يا إلهي لم تأخذي حتى الثوب. يبدو لي أننا لن نخرج من هنا أبداً. إما من أين تأتي بكل هذه السلبية؟ لماذا لا تؤمنين بالأفضل؟ أوسكار أنا واقعية بشأن الوضع وكل شيء هذا بشكل عام. لقد اتصلت بأمي بالفعل وستكون هنا في أي لحظة. نعم ستكون هنا الآن، ستكون والدته. من المحتمل أنها ستأخذك أنت فقط، لماذا هي بحاجة لي؟ إما أنت مخبئة جدا، أنت لا تعرفين أمي على الإطلاق، إنها ألطف شخص على الأرض. أنا أحمل الكفالة لك ولصديقتك، لذلك دعونا نخرج من هنا.
شكرا لك يا أمي. ما هذا؟ إن والدته جميلة جدا. محادثة جادة تنتظرك في المنزل يا أوسكار، لذلك لا تسترخي هنا. شكرا جزيلا، لا أعرف حتى أين سأكون بدونك. يا عزيزتي، ما اسمك؟ ولماذا لم ألاحظك من قبل يا ترى؟ أنا إيما، سعيدة بلقائك. هذا واضح، دعنا نذهب يا أوسكار، سأحاسبك على هذا في المنزل. أمي. نعم، سيكون من الأفضل البقاء لنا في السجن، على الأقل الطعام هناك ليس باردا كما هو هنا. وما هذا أيضا؟ اللباس؟ وملاحظة هنا؟ هذا هو نفس الفستان من أحدث مجموعة، فهنا لا يمكنني حتى أن أحلم بها. تعالي غدا في الساعة 9 إلى عنوان كذا وكذا. مثير للاهتمام، يجب علي الذهاب للنوم باكرا حتى أستيقظ بالغد في وقت مبكر. حسناً، أين هو إلى الآن؟ لقد ذهب من مدة نصف ساعة. عندما ترون الآن ستكون نهايتنا بالتأكيد. لماذا تقولين أنها نهايتنا؟ ماذا ستفعل لنا العارضة؟ عارضة الأزياء القديمة سوف تجعلك تمشي على المنصة لمدة 3 ساعات. أوه سيدة روزي، لم نلاحظك لأكون صادقة. من فضلك اغفري لنا لتأخرنا، لن نفعل هذا مرة أخرى بصدق. هل سقطتم من القمر أم ماذا؟ أم هل نسيتم أنه لا يمكنكم التأخر عن التدريبات؟ هل تتخيل نفسكم نجوما؟ سيدة روزي، لقد تأخرنا لأنني أصبت بالتواء في كاحل، وقررت الفتيات السحاب إلى المستوصف. لا توبخين من فضلك. كلا، لقد لويت كاحلك، كيف كنت ترقصين بالموعد؟ هل ساقك بخير؟ أخبريني ماذا ستفعلين الآن؟ لا تجعلي مني حمقى، أو هل تعتقدين أنه لا يمكنني الاستغناء عنك؟ ستأتي اليوم فتاة جديدة، استقبلوها جيدا، هل تفهمون ذلك؟ ماذا؟ من هذه الفتاة الجديدة؟ سوف ترين كل شيء بنفسك، والآن لنسير إلى البروفا. فلا أستطيع أن أصدق أنني دعيت إلى دار الأزياء، لكن مهلا، من السابق لأوانه أن أبتهج. ماذا لو أرادوا مني أن أعمل كعاملة نظافة؟ هيا فتيات، دعونا نذهب إلى المنصة. أن هذه والدة أوسكار. حسناً، لماذا تتهامسون هكذا؟ لماذا أنتم هكذا؟ حسناً، توقفوا. لقد بدأت. أنتم لا تفهمون ماذا؟ ماذا عن وقفتكم؟ ولماذا ساقك ملتوية جداً؟ من منكم عارضة أزياء حقاً؟ هذا ليس جيداً. إيما، تعالي إلى هنا. هل هذا الكلام موجه لي أنا؟ من أيضاً؟ هل هناك أي أشخاص آخرين هنا يا إيما؟ اعترفوا بذلك، أي واحدة هي إيما؟ حسناً. تعرفوا عليها يا فتيات، هذه هي نفس الفتاة الجديدة التي أخبرتكم عنها، الآن ستتدرب معكم. أتمنى أن تكون هذه مزحة، لأنه كيف يمكن أن يحدث هذا لنا؟ ربما لم ترتدي الكعب العالي أبدا في حياتها. حسنا، سوف نتحقق من ذلك الآن، البسي الكعب واصعدي على المنصة. حسنا، في الحقيقة لم أرتدي الكعب العالي أبدا. نعم، وأنا أيضا أخاف من السقوط كثيرا. أوف، ما هذا؟ من أي مكب نفايات هذا؟ وماذا نسيت حتى هنا؟ هل أنت صماء تماما؟ أخبرتك البسي الكعب على الفور واصعدي إلى المنصة. أنا خائفة حقا. وأنتم لماذا تقفون هكذا على المنصة؟ ابدأوا بالبروفا. الشيء الرئيسي الآن هو ألا أفشل، لأن مسيرتي المستقبلية بل وحياتي كلها تعتمد على ذلك. لذا يا إيما، استرخي وسوف تنجحين، لا تخافي. نعم، تبين أن كل شيء أصعب بكثير مما توقعته. أعتقد أنني لن أنجح، ولقد كانت فكرة غبية، لقد أعطوني فرصة حقا. حسناً، استمعي لي بعناية، الجميع يود أن يكون في مكانك، لذا إما تستجمعي قواك وتعملي أو تخرجي من هنا. ما
علي أن أوصفك. أتمنى أن يتم طردها من هنا في أقرب وقت. ولا يمكن أن يكون هناك أي سيناريو آخر. عزيزتي، لا يوجد وقت للتفكير هنا، لذلك دعينا نقرر بسرعة. حسناً، لا، لن أستسلم بهذه السهولة. آسفة، سأتعامل مع الأمر الآن وأقوم بكل شيء، فقط من فضلك لا تأخذي هذه الفرصة مني. هيا هيا، بالتأكيد سينجح هذا الشيء معها. يا فتيات، هيا للعمل. لا أستطيع حتى أن أتخيل مدى صعوبة حضور هذه العروض. ربما لم أتمكن من الصمود لفترة. ولن تتمكني من تحمل ذلك، لذلك سيتم طردك قريبا. لماذا أنت هكذا سيئة جدا؟ إنها جديدة، تذكري نفسك في العرض الأول كيف كنت. هذا عروض جداً. بريتني، منذ متى وأنت تدافعين عن العارضات الجدد؟ بريتني، من الأفضل أن تصمتي ولا تسيئي لوكالتنا. حسناً، من الأفضل أن أذهب وأستريح لأنني متعبة جداً. أها، إذن أنت لن تذهبي إلى حفلة ذلك الشاب الوسيم. لا، أفضل أن ألتقط أنفاسي وأكتسب القوة غداً. بعد كل شيء من الوقت الحالي يجب أن أشعر بتحسن أدائي. أوه يا فتيات، إنها تخجل من الذهاب إلى هذه الحفلة لأنها مشردة كريهة الرائحة. أنا لا أشعر بالخجل على الإطلاق، وبشكل عام غيرت رأيي، لقد ألغيت الإجازة وسأذهب إلى الحفلة. يا فتيات، لماذا تقفون؟ دعونا نرتب أنفسنا حتى تكون كما هو الحال دائما، الأفضل في الحفلة. بالضبط، هيا نسرع. لا ينبغي لي أن أوافق، ليس لدي أي ملابس على الإطلاق إلا هذا الذي أرتديه. لا تغلقي صواصيك بعضا من ملابسي، ستكونين رائعة جدا في هذا العرض، أنا أعدك. حقا؟ أنت لا تخدعيني. لماذا يجب علي أن أخدعك؟ سأكون سعيدة جدا من مساعدة المبتدئين. تعالي في السادسة. شكرا لك، شكرا كثيرا، شكرا. أين إما؟ هل حدث شيء سيء لها أم ماذا؟ ما الذي تفعله هنا يا أوسكار؟ نعم، لقد كنت جالسا في مكب النفايات الخاص بك أكثر من 3 ساعات. أمي قالت أنك عارضة أزياء. في الواقع أنا لست عارضة أزياء بعد يا أوسكار. نعم، والدتك قالت. هل أساءت إليك بالفعل؟ سأتكلم معها، ويمكن أن تكون قاسية في بعض الأحيان. لا يا أوسكار، لم تسأ إلي، لكنني كنت أتساءل، هل والدتك تعمل كعارضة أزياء؟ لماذا لم تخبرني عن هذا من قبل؟ لمدة تعلم أنني منذ الطفولة أحلم بأن أكون عارضة. هذا لن يغير شيئا أبدا، والدتي تأخذ إلى وكالات عرض الأزياء فقط، أولئك الذين تعتبر هم جميلين. صحيح أوسكار، هي لا تحتاج للبحث عن الحثالة هنا الآن. حسناً، أخرج من هنا، لا يزال لدي أشياء للقيام بها. لماذا أنت واقف؟ هيا اذهب. أرجوك، إلى أين؟ هيا توقفي. إنه حقاً يملك هذا الجمال، لا أستطيع الوقوف أمامه. لا تنظري هكذا إليه، إنه في الواقع حبيبي. هل مكتوب عليه ذلك؟ إذن هذا هو نفسه مايكل وسيم. نعم، إنه وسيم جداً وغني جداً أيضاً يا إما، لا تنسي هذا. حسناً، نعم، إنه وسيم أيضاً، حتى أنني سوف أتزوج مثل هذا الشاب الوسيم. عزيزي، يبدو لي أنك قد تجاوزت حدودك قليلاً. الأفضل دعونا نستمتع بالحفلة، كان دائماً الأكثر روعة. الآن أنا أرقص معكم، ستكون هذه أفضل رقصة في حياتي. جون داش، كان حقاً لا أستطيع ذلك. أنا غيرت رأيي، لن أرقص أبداً. حسناً، لا بأس، أنت الأفضل بيننا حتى بدون رقص. ماذا تقولين، ألم أشرح لك ذلك؟ بدلا من الرقص سأقيم حدثا تفاعليا، سأقبل الفتاة التي تخمم من هو حيواني المفضل. أعرف، أعرف هذا، بالتأكيد لديك قطة فهي لطيفة جدا مثلك تماما. إجابة خاطئة، التالية هيا. سيكون من الأفضل لك يا أماندا ألا تهيني نفسك على الإطلاق، الحيوان المفضل لمايك هو الكلب. من أين حصلت على هذه الفكرة؟ وهذا أيضا غير صحيح. هل يمكن أن أقول؟ ربما يكون الهامستر. ماذا تقولين يا لك من حمقاء؟ وأخيراً على الأقل هناك من يفهمني حقاً. غير صحيح.
صحيح، لقد خمنت فقط الإجابة. هذه مجرد صدفة. بالمناسبة أنا لم أعرفك بها، هذه هي عارضة الأزياء الجديدة، اسمها إيما، وكانت تفكر أن تتزوجك. هل يمكن أن تتخيل ذلك؟ رأت ذلك لأول مرة واتخذت قرارها. أشعر بالخجل بسبب إيما هذه. حسناً، اهدأوا قليلاً من فضلكم. لذلك ربما لا يزال هناك متنافسون على دور عروس مايك. هيا لا تخجلوا، ارفعوا أيديكم. إيما، لماذا لا ترفعين يديك؟ هل أنت خجولة؟ مايك، هل تعجبك عروستك القبيحة؟ أنتم، لماذا أنتم جميعكم هكذا أشرار؟ أنتم جميعكم حمقى. حسناً، أخرجي من هنا وستعرفين كيف تنظرين إلى أصحاب الآخرين. أيها المسكينة. هذه الفاشلة قررت أن تؤمن بنفسها واعتقدت أنها يمكنها أن تصبح عارضة أزياء مشهورة. يا لها من مسكينة. وقلت على الفور أنها لا تستطيع فعل أي شيء ولن تنضم إلينا. حسناً، بالطبع تنبعث منها رائحة كريهة. حسناً يا فتيات، اهدأوا قليلاً. سيد روزي رأت على الفور الإمكانات الموجودة فيها. ما هي الإمكانيات التي لديها؟ بالكثير تقوم بتحضير المكياج. بريتني، لماذا تقفين إلى جانب هذه المشردة النتنة؟ أم هذا مجرد تخيل؟ لا لا يا فتيات، ما بكم، لقد قلت رأيي فقط في هذا الموضوع لا أكثر. حسناً، إذن كان يجب أن تقولي هذا. هذه الحفلة أصبحت كريهة بعض الشيء. حسناً يا مايك، هل ترغب في الرقص معي؟ معك؟ نعم معي، أنا أجمل عارضة أزياء في وكالتنا. حسناً، لا أعرف يا فوليتا، يجب علي أن أفكر. يا فتيات انظروا فقط هناك، بينما نحن نتحدث هنا لقد ذهبت فيوليتا بالفعل إلى مايك. إنها صديقة ماكرة جداً. يا فتيات، لم أفهم سبب وقوفنا هنا. يجب أن نحصل على قلب مايك أيضاً لنذهب. هل ترغب في الذهاب إلى المطعم اليوم؟ مايك، ربما نذهب قليلاً للتنزه، ما رأيك؟ مايك، لقد قلت أن لديك حيوان مفضل وهو الهامستر، وأنا لدي هامستر أيضاً. مايك، كما تعلم لدي سيارة جديدة رائعة، ربما نأخذ جولة بها. مايك، أقص هنا لوحدكم، لا أريد هذا. ماذا بك يا مايك؟ فيوليتا، كل هذا بسببك أنت. ما هي علاقتي في هذا يا سوزي؟ ليس ذنبي أبداً. لا يا سوزي، كل هذا بسببك أنت والهامستر الصغير السيء. أوه، كان من الضروري أن أفشي مثل هذا الشيء؟ هل هو خطأي أن حيوانه المفضل هو الهامستر؟ لم يكن هناك سوى وقع حول المنزل. هاي، أنت ماذا تفعلين؟ توقفوا، إن ذنيفة تنفجر. أنت جننت تماما. يا فتيات، توقفوا عن الشجار، نحن أفضل الصديقات ولا ينبغي لنا أن نصرخ بهذه الطريقة. بالتأكيد، لماذا بدأنا بإلقاء اللوم على بعضنا البعض؟ مشكلتنا الرئيسية هي المشتركة إيما، هي سبب كل هذه المشاجرات التي حدثت. في الواقع، واهتمام مايك يحبها أيضا. حسناً، هل تصالحنا؟ حسناً يا فتيات، دعونا نغزو عالم عرض الأزياء. بكل سرور. كم سئمت منهم، هم حمقى حمقى حمقى. إيما، لماذا تصرخين؟ الشارع كله يسمعك. ماذا يهمك أنت بالأمر؟ لقد أبعدتك من هنا، لماذا أنت هنا الآن؟ ماذا تريد؟ حسناً، ما زلنا أصدقاء، يكفي، لا تنزعجي مني بسبب هذا الوضع. بالطبع، سأنظر إليك وإلى مكانك الآن يا غبي. حسناً، انتهى الأمر، دعينا نتصالح وأخبريني لماذا أصبح الجميع سيئين. حسناً، ماذا يجب أن أقول لك؟ لقد ذهبنا جميعنا إلى حفلة صديقتنا الأهم. حسناً، لقد أحرجت نفسي هنا. ماذا تعني؟ كيف أحرجت نفسك بالفعل في اليوم الأول؟ نعم، هذا الصديق اسمه مايك، قرر تنظيم مسابقة من يعرفه أفضل، ولقد فزت أنا. حسناً، والقصة حول العار أين هي في الواقع؟ إذا أردت أن أضحك. نعم، لقد أفصحت بالصدفة أنه وسيم جداً لدرجة أنني سأتزوجه، هل يمكنك أن تتخيل ذلك؟ نعم بالتأكيد، كيف كان رد فعله؟ ربما كان يضحك. أوسكار، هو لم يضحك في وجهي، لكن الفتيات ضحكن لمدة عام قادم. اسمعي، أعتقد أنه أحبك حقاً، ومن الأفضل لك أن تتصرفي بشكل صحيح، وبعد ذلك مايك لك. هل هذا صحيح؟ كيف هذا؟ في الواقع أستاذ في العلاقات، وسأعطيك درساً رئيسياً الآن، هل فهمتي؟ مدرساً في العلاقات؟ أوسكار، لقد كنت مع حبيبتك السابقة مدة طويلة، لذلك كان بإمكاننا أن نلتزم الصمت، لذا اسمعي جيداً وقومي بتدوين ملاحظة. هيا، فلنعامله بالبرودة أولاً ثم بالدفء وهكذا كدائرة. إذن ما رأيك في الفكرة إيما؟ وهذا ما يسمى التأرجح العاطفي. حسناً، لأكون صادقة، لن أثق في رجل عانى لمدة 3 سنوات بسبب زوجتي السابقة. كفي عن الحديث عن زوجتي السابقة، ماذا يا إيما، ألم تفهمي؟ نعم مفهوم، لقد فهمت. حسناً عظيم، استريحي الآن، قالت أمي أنه لديك
عرضه الأول غدا، لذلك من فضلك لا تنزعجي على الأقل. هيا اذهب أنت يا من تنصحني دائما. يا فتيات هل جربتم أحمر الشفاه الجديد؟ نعم جربته. هيا فتيات هيا لقد جاء المشاهدين، هيا أسرعوا. قريبا سأظهر على منصة العرض، أنا خائفة جدا. إذا كنت خائفة فاخرجي من هنا، فلا فائدة من شغل مكان آخر. أيتها الفاشلة قولي لي ما هي مشكلتك معي؟ نعم هذا يكفي بالفعل، من الأفضل أن تستعدوا للعرض أنتم وإلا ستصبحون فاشلات أيضا. شكرا لك بريتني، لا أعرف حتى ماذا سأفعل بدونك مع هذه العارضات الشريرات. انتهى، أصمتوا. إما أمسكي سترتك. شكرا لك. اسمح لشخص مشدد مثلك أن تفتح العرض الأول، ربما كما أفعل دائما. كلا إما ستفعل ذلك اليوم. من؟ إما؟ نعم هي الغبية لدينا. حسنا من أنت حتى تقررين من هو الغبي ومن ليس كذلك؟ انظري إليها وإلى نفسك، بمظهر مثل إيما هي وحدها القادرة على فتح العروض هذه. إنها مشردة، يا للفظاعة يا إلهي. هل يريد شخص آخر أن يقول شيئا؟ ذوقي لا تشوبه شائبة، ولا يجرؤ أحد حتى على الجدال معه. والآن اجمعوا أنفسكم واصعدوا إلى المنصة. إيما يمكنك فعل هذا، أنا أؤمن بك. يمكنك افتتاح العرض أيضا؟ لا أعلم حتى هذا هو العرض الأول في حياتي وحتى الافتتاح، أنا متوترة جدا. لا تقلقي أبدا يا إيما، لقد مررنا بها جميعا هذه التجربة. هي كم هذا مخيف حقا، ماذا لو فشلت الآن؟ لن ينجح الأمر لأنني لن أسمح لشخص مشدد مثلك أن تفتح العرض الأول. لا ودعني مسيرتي في عرض الأزياء، الآن أشعر بالحرج بالتأكيد. أحسنتي، شيء مذهل، أحسنتي. يا للعار، مسيرتي المهنية في عرض الأزياء لم تبدأ بعد، ولقد انتهى أمري بالفعل. لو تدربت أكثر لما حدث هذا معك، ولكنك لم تستمعي لي. انتهى، لم تطع قدمي على هذه المنصة أبدا، هذا ما أعدك به. الجميع هناك كان يضحك بشدة، حقا لا أستطيع التحمل. فكري جيدا، هل أنت بحاجة لها؟ فيوليتا هذا أول عرض لها لأما. نعم وهي فاشلة جدا. هذه الفاشلة. حسنا من الأفضل أن تصمتوا واستعدوا للعرض التالي، هناك معاطف الفرو الخاصة بكم بالقرب من المسرح. إيما أتمنى لك أن تخزي نفسك هذه المرة تماما مثل المرة الأخيرة. حظا سعيدا يا إيما. الفاشلة. استمعي إلي يا إيما، إما أن تستجمعي قواك وتتألقي كالنجمة أو تبقي في مكب النفايات، ذلك الخيار لك، هيا قرري. أستطيع التعامل مع كل شيء، أنا قوية. أحسنتي، والآن ارفعي رأسك ومعطف الفرو بالقرب من المنصة، فقط لا تفسديه. أحسنتي يا جميلتي، أحسنتي. شكرا لك. الحقيرة خرجت أولا، يا لها من فتاة. يا إلهي إيما أنت رائعة، أحسنتي، أنت ذكية بالفعل. يبدو لي الآن أن هذا كله حلم يا روزي. أرى أن لديك بالفعل أحد المعجبين. أوه لا شيء، إنها مجرد باقة. انتهى، لن أقاطعكم. أهلا أيتها الجميلة. لذا فإن الأهم هو أن لا تنسي أن تكوني باردة معه. مايك شكرا على الزهور، أنا مسرورة جدا. وماذا عن الزهور؟ أنا مستعد أن أقدم لك العالم كله. ربما ستذهبين معي إلى المطعم، سيكون هذا أفضل موعد حصلت عليه في حياتك كلها. لا لا أعتقد أنني أستطيع، أنا مشغولة حقا، أعذرني. واضح جدا. ماي وجهك يبدو وكأنه لن يرفضك أحد من قبلي، أليس كذلك؟ حسنا، أنا لا أتذكر هذا بالضبط في ذاكرتي. حسنا، يجب أن أكون أنا الأولى والأخيرة. واضح. إيما أنت رائعة، أحسنتي، قمت بتحويل راتبك الأول إلى بطاقتك الآن، ما رأيك بهذا؟ أخبريني. يا إلهي هناك الكثير هنا. هذه ليست سوى البداية.
يا بني أنا ملهمة ومسرورة جدا الآن، أريد أن أبدع، لا يمكنك حتى أن تتخيل هذا. يا إلهي أمي، أنت دائما مبدعة بعملك عزيزتي، ما الذي هو يبدو عليك؟ كلا كلا، هذا مختلف تماما. مع وصول صديقتك كان الأمر لو كان لدي روح ونفس آخر يا بني. تتحدثين عن إيما؟ نعم، لماذا لم تخبرني عنها من قبل؟ إنها فتاة رائعة حقا. أمي، لقد قلت دائما أنك لست بحاجة إلى جبر جميع أصدقائي إليك. نعم، لقد قلت لك ذلك بعد أن أحضرت حبيبتك السابقة الرهيبة. انتهى، سأسرع إلى العمل، لدي مجموعة من الأشياء الأخرى. لماذا لا تعجبك حبيبتي السابقة؟ لا أفهم، أنا لا أفهم ذلك. إنها جميلة ولطيفة وفتاة ذكية بشكل عام، يكفي. يكفي يا أوسكار، أنت تعاني من هذا منذ عامين، وحتى الآن أنا بحاجة للخروج من هذه الحالة. كلوي. سيدة روزي، نحن هنا ونحن على استعداد تام للعرض والتصوير التالي. ومن قال لكم أنهم سيقومون بتصويركم؟ والآن في بيت الأزياء الخاص بي ستقرر إيما كل الأمور هذه. ماذا؟ سيدة روزي، هل تفهمين ما تقولين؟ هل من المقبول أنه من قبل كنت دائما مثلك الأعلى وقمت بخياطة كل أشيائك لي؟ حبيبتي، ما الذي أقوله غير مفهوم لك؟ أخبريني. إيما الآن نجمة وأنت بدأت بالتلاشي في الخلفية. ماذا؟ كيف تبدو إيما؟ هل رأيتها؟ إنها متسولة. فيوليتا، لن أسمح بمناقشة خياري حتى. أنا شخصيا أفضل مصممة أزياء وأعرف هذا الأمر أفضل منك. نعم، هذا غير عادل تماما. أنا سعيدة لإيما، أمل أن كل شيء سينجح معها. أوه، أنا لا أشعر أنني بحالة جيدة أبدا. ماذا؟ بريتني، بريتني استيقظي، بريتني. لذا يا فتيات، من ستبدو صورها أجمل ستكون على غلاف مجلة عالمية، وستكون الصورة الأولى في مجلتها الرئيسية. إيما، هي أدخلي. لقد سئمت من هذا الأحمق بالفعل، إنها دائما الأولى في كل مكان. ولا تقولي لي أنهم سوف يأخذون منها جميع المقاسات. يا إلهي، كم هذا فظيع، فهي ليست شيئا لا يمكن اختياره، لا الجلد ولا الوجه. لا تقولي لي يا صديقتي، هي ذات رائحة كريهة. رائحتها تجعل عيني تدمع ويفسد مكياجي، يا لها من كريهة. حسناً، توقفي عن الضحك الآن، دعينا نلقي نظرة على جلسة التصوير السخيفة. مصور مسكين، أتمنى لو أستطيع أن أغلق أنفه. ممتاز، هذه هي أفضل صور رأيتها في حياتي. نعم. مرحبا، أمل أن لا أتدخل كثيرا في عملية التصوير، أحتاج إيما فقط. هل يمكنني التوقف لبضعة دقائق من فضلك؟ حسنا، سأقوم بالعمل على هذه الصور وأصور بعض الفتيات. هاي أنتم تعالوا. هاي مرحبا إيما، هذه الزهور لك كالعادة، أنت الأفضل. يا إلهي، إن هذا رائع، شكرا لك. باقة وردة أخرى. سأقدم لك باقة الورد كل يوم حتى توافقي على الذهاب معي إلى المطعم، هل توافقي؟ إذا كان الأمر هكذا فيجب أن أوافق على الذهاب في موعد معك، وإلا فسوف تنفذ مني المزهريات المخصصة لزهورك. هي أوبا، أتمنى أن نقضي أنا وأنت وقتا ممتعا حقا. حسنا، أنا لا أشك في ذلك حتى. الجميع الآن مهتمين بإيما، لا أستطيع حتى أن أصدق أنها كانت مشردة وعادية. آمل أنها لن تنسى صداقتنا أبدا، لقد مررنا بالكثير معا ولم ننفصل منذ الطفولة. نعم، الآن تفصلنا حمى نجوميتها. كم هو غير عادل، يا إلهي هذا غير عادل، يا لها من حياة معقدة. سيكون من الأفضل لو لم تأخذها والدتي من السجن. لقد تم بالفعل إعداد طاولة لنا شخصيا، تفضلي بالجلوس يا حبيبتي. يا إلهي، لم يسبق لي أن ذهبت إلى مثل هذه الأماكن الجميلة. عزيزتي، الآن ستذهبين إلى مثل هذه المطاعم كل يوم على الأقل. هذا رائع، من الأفضل يا مايك أن تخبرني عن نفسك. حسنا، أنا الشاب الأكثر شعبية في هذه المدرسة، كل الفتيات يريدوني ولدي الكثير من المال أيضا. حسنا، أعلم ذلك بالفعل. حسنا، وماذا بعد؟ شكرا لك يا مايك، كان كل شيء لذيذ، اتضح أنه موعد جيد حقا. شكرا لك. نعم، وأنا سعيد فقط لأنني أجلب لك السعادة. استمعي، هل ترغبي في مواصلة المواعدة والذهاب للنزهة في مكان ما في الحديقة؟ لا شكرا لك، بالطبع على العرض، لكن لا يزال لدي تدريب مخطط له اليوم. بعد كل شيء غدا أنا والفتيات لدينا عرض. آسف لأنني نسيت تماما أن لديك القليل من الوقت، لأنك عارضة أزياء مشهورة، ربما عليك على الأقل أن تعطيني قبلة.
حسناً أنا لا، بالطبع سامحني لكنني لن أقبل في الموعد الأول، أنا آسفة. حسناً، لن أصر كثيراً، أراك في المرة القادمة. هل كان يعتقد أنني سألني نفسي بهذه السهولة؟ حسناً، أنا لا أبدو مثل أي وحدة من صديقاته. أيها المشتركين، هل تعتقدون أنني فعلت الشيء الصحيح بعدم تقبيل مايك؟ هيا أخبروني وتأكدوا من كتابتي لي عن ذلك في التعليقات. أوه إيما، وأخيراً التقيت بك. نعم، لم أعرفك حتى، ومن أين هذه الزهور أيضاً؟ من الجيد أن تعرف أنك لاحظت أنني تغيرت كثيراً منذ أول لقاء لنا. والزهور لا توالي أي اهتماماً لذلك. إيما، ما مشكلتك بي أنت؟ هيا كنا نتشارك كل شيء مع بعضنا البعض، فنحن أصدقاء. أوسكار، يمكنني أيضاً أن أحظى بحياتي الشخصية، وربما أنا لا أريد أن يتسلقها أي شخص آخر. حسناً، لن أقول أي شيء، هذا حقك، أو ربما ينبغي لنا على الأقل أن نذهب في نزهة، لا أتذكر آخر مرة ذهبنا فيها. لا أعتقد أنها فكرة جيدة، وبالإضافة إلى ذلك أنا بحاجة لاتخاذ قرار هنا، لذا لا تعيقني. حسناً إيما، الآن مختلفة تماماً، وهذا ليس موضوعي بعد الآن. سيبدأ العرض في أي دقيقة، هيا أسمعوا، ما بكم؟ نعم، لقد ركضت بسرعة، نجمتك إذا جاز التعبير خرجت. كان هذا سيحدث في وقت ما، صحيح أنني لم أعتقد أن هذا سيحدث بسرعة. نعم، إنها من المحتمل أنها ذهبت هي وصاحبها لمكان ما. أوه، كونوا هادئين الآن. بالمناسبة، نسيت أن أخبركم أن بريتني دخلت المشفى ولن تشارك في هذا العرض للأسف. أوه، اغفري لي لتأخري، أنا آسفة. لقد ظهرت الحمقى. ستكون هذه هي المرة الأولى والأخيرة التي تتأخرين فيها. حسناً، سنقدم في عرض اليوم زينا الرياضي الجديد، هل تفهمون؟ أوه لا، لماذا لم تخبروني بهذا من قبل؟ على الأقل كنت سوف أفقد وزني قليلاً. أتمنى أن يكون لدينا أزياء جميلة. هيا يا فتيات، اتبعوني ودعونا نحضر مرة أخرى. أما أنت يا إيما، جهزي مكياجك. هتساءل ماذا سيقولون هذه المرة عني؟ لا أعلم. تحياتي لكم يا أعزائي المشاهدين، اليوم سوف نقدم مجموعة جديدة من الملابس الرياضية. حسناً، أنا لا أفهم لماذا إما هي من تفتح العرض حقاً. هاي إما، لقد انتظرتك أخيراً، ها أنت، لابد لي من القيام بذلك الآن أو أبداً. مايك، ماذا تفعل؟ لدينا عرض، هل تريد إفساده أم ماذا؟ إما، أتتزوجينني يا إما؟ حسناً، أنا لا أعلم حتى، هكذا بعد الموعد الأول؟ ولماذا الانتظار؟ حتى بعد الموعد الأول أدركت أنك لي وانتهى الأمر، هيا. أنا موافقة. أوبا، زوجتي الأجمل في الكون، حبيبتي. يا لها من وقحة، أنا أكرهها. أوه لا، يبدو أننا فقدنا أغنى وأجمل شاب. حقا إن إيما حقيرة، يا لها من حقيرة. أوبا، ها أنتم ترون إلى ماذا تقود إليه أزياؤنا. إذا كنت تريد الزواج حقا فما عليك سوى طلب بدلة رياضة من عندنا. مرحبا بريتني، ما هو شعورك الآن؟ أوه إيما، أنا سعيدة جدا برؤيتك، أخبريني كيف حال الفتيات وكيف حال السيدة روزي، فأنا مستعدة للاستماع. حسنا، أنا لا أعلم حتى كيف أبدأ. على أي حال، مارك تقدم لخطبتي وأنا الآن خطيبته. مدهش هذا، الآن سوف يحسدك الجميع، وحتى أنا قليلا يمكنك قول هذا عني. حسنا، أنت حقا. مرحبا بكم، الباقة مرسلة لكم. واو بريتني، على ما يبدو شخص ما أرسل لك الزهور. دعيني أرى من هذا، لكن لا، هذا من أجل إيما. رائع، حتى مع بطاقة لم يحدث هذا لي من قبل. حسنا، لقد فاجأني. ربما أرسلهم لك مايك، انظري ما هو المكتوب على البطاقة، اقرأيها وأخبريني. مايك يقوم بخيانتك؟ إذا كنت تريدين التأكد من ذلك، تعالي إلى المطعم في الساعة السادسة. هذا نوع من الهراء طبعاً، ماذا يعني هذا؟ أنا لا أفهم. حتى أنا لا أعلم، ولكن لم يتبقى سوى نصف ساعة حتى الساعة السادسة، يجب علي أن أذهب، يجب أن أتأكد من أن هذا ليس صحيحاً. بالتوفيق لك يا صديقتي، آمل أن هذا كله يكون مزح لا أكثر من هذا. مايك، لماذا فعلت هذا؟ أنا أعرف وأنت تعرف أنه لم تحب أحداً غيري. عزيزتي فيوليتا، لقد وقعت بالإفلاس، وإيما تساعدني في الحصول على المال، أنت تعرفين إنها مشهورة جداً، وأنا أحتاج إلى المساعدة قليلاً.
حسناً، ولكن يجب أن تعدني بأنك ستنفصل عنها قريباً. وأنا أقول لك كيف يمكنني أن أنفصل عنها إذا كنت لا أملك المال. لا أعرف يا مايك، يجب أن تفكر بشيء ما للحصول على المال. حسناً، عندما أحصل على هذه الأموال سأنفصل عن هذه الغبية إلى الأبد. مايك وفيوليتا؟ إما حبيبتي، أنت لا تفهمي الأمر خطأ، أنا سأشرح لك الأمر الآن. لا أحتاج أن تشرح لي أي شيء. إما 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 استيقظي، لقد نمت لعشر ساعات يا إما. مارثا، متى العرض التالي لدينا؟ أي عرض يا إما، وما هذا الذي تقولينه الآن؟ أوسكار، ماذا تفعل هنا؟ كيف أجلس معك في السجن؟ ولكن لا شيء، ستأتي أمي الآن وتأخذنا من هنا. نعم. ماذا؟ والدتك؟ لا. من هذا الذي يغني في الخارج؟ صوفي، أنت أجمل فتاة في العالم كله. صوفي، أنا أحبك كثيرا ولن أتخلى عنك مهما حصل. إنني أحبك يا صوفي. انتظرني قليلا، سأعود بعد قليل. صوفي، إن هذه الهدايا من أجلك، أتمنى أن تنال إعجابك. أخبرينا يا صديقتي، هل سننتظرك كثيرا؟ يا إلهي، لقد نسيت ماكس في الخارج. هيا يا صوفي، سنتأخر عن الذهاب للاحتفال. حسنا، ولكن علي أن أستعد أولا. لا داعي، فأنت تبدين جميلة جدا. هل أنت جادة؟ ايه، انتظروني قليلا. صوفي، إن هذا الاحتفال من أجلك أنت. إنني لا أصدق، كم أشعر بالسعادة الآن. صوفي، هل تكونين حبيبتي؟ لا، إنها حبيبتي أنا. كم أحسدك يا صديقتي. عن أي صديقة تتحدثين؟ إن صوفي صديقتي المفضلة وستبقى معي. كلا، إنها صديقتي. أنت مخطئ، إنها حبيبتي. لا، إنها حبيبتي. بل هي حبيبتي أنا. قلت لك أنا هي حبيبتي. صوفي 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 صوفي. أيتها المجتهدة، لا تصدري أصواتا. أوه، لمن هذه الخزانة القذرة؟ إنها لي. توقفوا عن التفتيش بين أغراضي. ما كل هذه الرائحة النتنة؟ منذ متى تحتفظين بهذا الشيء؟ هذه هي المجتهدة النتنة. إن جميع أصدقائي يسخرون مني، حتى ماكس يفعل ذلك. هاي صوفي، كيف حالك؟ ما بك؟ هل كنت تبكين أم ماذا؟ كلا، كل شيء بخير. هل قاموا بالسخرية منك مرة أخرى؟ لقد سئمت منهم جميعا، إنهم دائما يسخرون مني وهذا هو ما يبكيني. حسناً، أظن أنك لست محظوظة بأصدقائك. من المؤسف أنك لا تدرسين معي في الصف نفسه. انظروا إلى تلك المجتهدة، فقد وجدت صديقة لنفسها. هل لديك أي مشكلة في هذا؟ باشا، أظن أنك تعرفينها، فلا داعي لقول هذا عنها. لا 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 مشكلة في هذا، هيا بنا لنذهب. كم أتمنى لو أنني أستطيع التحدث إليهن مثلك. أنت معجبة بهذا الشاب الوسيم يا صوفي؟ ماذا تقولين؟ كلا، لست معجبة بأحد. لا تخافي، فأنا قد رأيت هذا في عينيك يا صديقتي. أجل، إنه يعجبني قليلا. يعجبك قليلا؟ داشا، هل فقدت عقلك أم ماذا؟ كيف تتحدثين بهذه الطريقة مع سوزي؟ ومن تكون هذه الفتاة؟ كم أنت مضحكة. أجل، إن هذه الفتاة تعد أجمل فتاة في المدينة كلها. بل أنا هي أجمل فتاة في هذه المدينة. أوه لا، ما الأمر أيتها الفتيات؟ لا شيء، إنها الحقيقة فقط. بما أنها أجمل فتاة في المدينة، فلما ترافق تلك المجتهدة؟ أظن أنه سؤال جيد، لكننا لا نعلم. هذه الفتاة يجب أن تكون صديقة لنا. لن ننجح في هذا، فقد جربنا كثيرا. متى جربتم ذلك؟ ولماذا أنا لا أعلم بهذا؟ ظننت أنكم صديقاتي. لهذا السبب لم نخبرك عن هذا الأمر. لقد جربتم بشكل خاطئ، أما الآن فقد حان دوري. 99 100، لقد انتهيت من هذا وحان دورك الآن.
راقبني وتعلم. 1 2 3 10 11 صباح الخير. 13 ماذا تريدين أيتها البائسة؟ 15 ما الأمر يا ماكس؟ لماذا تقول عني هكذا؟ أتريدين أن تصبحي مثلنا؟ إذن عليك فعل هذا. 20 هيا إذن لنرى قدراتك. هذا سهل جدا، هيا ابتعد من هنا. هل أنتم مستعدون؟ إننا دائما على استعداد تام. وأنت؟ حسنا إذن راقبوني. انتظر، يجب أن أستعد أولا. أترون؟ أظن أنه سيحدث شيء الآن. أيها الأصدقاء أرجوكم ساعدوني. أرجوكم تعالوا وساعدوني. هل رأيت؟ أخبرتك أنها فتاة بائسة. ما الأمر يا صوفي؟ لماذا تبكين؟ لا شيء. هل قاموا بسخرية منك مرة أخرى؟ أجل، لا يجب عليك تناول هذا النوع من الحلوى يا صوفي. لا أستطيع، إنها تشعرني براحة كبيرة. بهذه الطريقة سيزداد وزنك. لا يهمني هذا يا سوزي، والأهم بالنسبة إلي هو أن أشعر بالراحة. وإلى متى ستتحملي سخريتهم عليك طوال الوقت؟ وما الذي يمكنني فعله يا سوزي؟ وهل ستقضين معظم الوقت بالبكاء وتناول الكعك؟ لا يوجد لدي خيارات أخرى. حسناً، سوف نجد الحل. من الآن فصاعداً لن أسمح لك بتناول هذا. أي، توقفي عن هذا حالاً. سأفعل كل ما بوسعي لأجعل منك فتاة جميلة. بجميع الأحوال، إنني جميلة. أجل، إذا لماذا يسخرون منك طوال الوقت في الصف؟ لأنني لا أشبه أي فتاة في المدرسة كلها، فأنا ذكية والناس لا يحبون الأذكياء. إنهم لا يحبون المهووسين فقط. إنني لست مهووسة، على كل حال إن هذا الوصف لا يعجبني أبدا. حسنا، إذا توقفي عن النحيب واتبعيني. إلى أين يا سوزي؟ فأنا لم أنتهي بعد. قلت لك هيا اتبعيني. إلى أين؟ سوزي، كل شيء إلا هذا. ما الذي تقصدينه؟ إنني لا أحب التسوق، فهذا الأمر يزعجني كثيراً. أجل، هذا واضح عليك. ما الذي تقصدينه في هذا؟ اصغي إلي، إذا أردت أن تصبحي فتاة جميلة فيجب عليك أن ترتدي ملابساً جميلة كهذه. ألا يوجد أي خيارات أخرى؟ كلا، لا يوجد. هيا اختاري وأنا سأرى إن كان ملائم. حسناً. كيف حالك؟ هل تعرفيني؟ لا، إننا زميلات صوفي في الصف. لقد عرفتكن الآن، ماذا تريدين؟ لقد جئنا إلى هنا من أجل اختيار بعض الملابس الجديدة لنا. إنك ترتدين ملابس جميلة، هل يمكنك أن تساعديننا في الاختيار؟ المعذرة، لكنني مشغولة بعض الشيء الآن. لكن بماذا؟ سوزي، ما رأيك في هذا؟ أيتها المجتهدة، إن هذه الملابس تليق بك كثيرا. هل رأيتي؟ إنهم بجميع الأحوال يسخرون مني. كما تساءل، لماذا ترافقين هذه الفاشلة؟ ما المشكلة؟ إنها صديقتي المفضلة وأنا أحبها كثيرا. أخبرينا يا داشا، هل أنت واثقة من أنه يمكننا الظهور بهذه الملابس؟ إنك لا تفهمين في الأزياء، إنه أنيق للغاية. لديك بعض الأفكار الغريبة عن عالم الأزياء يا صديقتي. ألم تقولا لي أن سوزي هي أجمل فتاة في المدينة وهي أفضل من اختار الملابس؟ حسناً، ربما هذا صحيح. يعني أن ملابسنا جميلة أيضاً. أظن أنك على حق. ما الأمر يا فتيات؟ ما هذه الملابس التي ترتدونها؟ هذه الملابس تشبه ملابس جدتي. كفاكم سخرية. لقد أخبرتكم منذ البداية. ما كان علينا أن نتخلص من ملابسنا القديمة. هيا بنا إذن قبل أن يرانا أحد. صوفي، إلى أين ذهبت؟ فقد فاتك شيئا مضحكا جدا. وما هو؟ هل كان يجب علي البقاء هناك والجميع يسخر مني؟ صوفي، أظن أن اختيارك كان مضحكا جدا. وأنت أيضا يا سوزي، كنت أظن أنك صديقتي المقربة.
إنني صديقتك المقربة، لهذا السبب يحق لي أن أسخر منك. حسناً، إنني لا أعرف كيف أرتدي الملابس مثلك، ربما أنني لن أستطيع التعلم. توقفي عن قول هذا يا صوفي، سأعلمك ذلك بنفسي. سوزي، هل تعتقد أنه إذا تعلمت ارتداء الملابس لن يسخر مني مجدداً؟ بالطبع لن يسخر. حسناً، إذن سأفعل كل ما تقولينه لي. عليك أن تبدأي بفعل شيء ما. أظن أن هذا التصرف لن يغير في الأمر شيئاً. هي، إننا صديقتان ويمكننا فعل كل شيء. أعتقد أن سوزي كانت تريد أن تسخر منا. أجل، إننا كالمجانين تماماً، فقد صدقناها. لكنني أظن أنها تريد التقرب منا وتصبح صديقتنا. لكنني لا أعتقد أنها تهتم لهذا. إنها صديقة تلك المجتهدة، فما حاجتنا إليها؟ يا لكما من فتاتان غبيتان، إن سوزي أفضل فتاة في المدينة كلها، وإن أصبحت صديقتنا فهذا يعني أننا سنصبح مشهورات مثلها تماماً. لكن ماذا علينا أن نفعل إن لن ترغب في هذا؟ سوف نفعل كل ما بوسعنا لتصبح صديقتنا. ولكن كيف يمكننا فعل ذلك؟ سأفكر بطريقة مناسبة كالعادة. هل تقصد أننا غبيتان؟ سوزي؟ توقفي! لقد بدأت للتو، لكن هذا الأمر مؤلم للغاية. أعرف ذلك، لكن جمال يتطلب التضحية. إذا كان الأمر كذلك فأنا لا أريد أن أكون جميلة. أوفي، هذا يكفي، فقد بقي القليل فقط. يا له من أمر مؤلم. هل قمت بتنظيف حاجبك من قبل؟ كلا، لم أقم بذلك. سنان، لقد فهمت. أعتقد أننا قد انتهينا. وأخيراً انتهينا. إلى أين ذاهبة؟ فأنا لم أنتهي حتى الآن. هل يوجد شيء آخر؟ بالطبع يوجد. هيا اجلسي وأنا سأقوم باختيار شيء لك من خزانتي. لكن لماذا نحن نفعل هذا؟ أظن أن هذا الأمر غريب جداً. ما بكما؟ ألم تفهما حتى الآن؟ كلا، لم أفهم أي شيء. إننا سنقيم حفلة على شرف سوزي. ولما هذا؟ ما الشيء الغير مفهوم في هذا؟ هل هذا الاحتفال بمناسبة عيد ميلادها مثلاً؟ أجل، أم يوجد هناك مناسبة أخرى؟ كلا، إن الأمر ليس هكذا، بل بمناسبة الصداقة، لذا اعملوا بصمت. ألا ترين أن الأمر غريب بعض الشيء؟ أجل، أرى هذا. إن داشا فقط تريد أن تصبح صديقة سوزي. إذن لنفعل كل ما تريده داشا ومن ثم ستهدأ قليلاً. فلنفعل ذلك. سوزي، هذه الملابس غير مريحة. صوفي، تبدين جميلة جدا، بقي علينا فقط. أي، لم يعد باستطاعتي رؤية أي شيء. هل أنت جادة؟ بالطبع جادة، لماذا أرتدي نظارة طبية كهذه إذن؟ كنت أعتقد أن جميع المجتهدين يرتدون نظارات. لقد قلت لك ألا تنعتيني بهذه الصفة مرة أخرى. حسنا، دعينا نرى أين هي خزانتك. يجب على كل فتاة جميلة أن يكون لديها خزانة رائعة ومرتبة. هاي صوفي! أجل، أعرف ذلك. لماذا رائحتها نتنة؟ أظن أنه بسبب هذا. ماذا يفعل الطعام داخل الخزانة؟ في الحقيقة لا أعلم. توقفي، يجب عليك رميه. أرجوك أن تسامحني أيها الطعام. حسناً، لنرى الآن ماذا يوجد لديك هنا. يوجد جوارب. إننا بحاجة للكثير من الأشياء المختلفة. وما هذا أيضاً يا صوفي؟ في الحقيقة لا أعلم. أظن أن هذه هي ملابس الرياضية القديمة. أظن أننا في ورطة كبيرة ويجب علينا أن نتصرف حالاً. وماذا يجب علينا أن نفعل؟ لا عليك، فأنا سأفعل كل شيء بنفسي. انظر إلى هذه الضربة مثل كريستيانو رونالدو. أجل، هذا صحيح، لقد حان دورك الآن. أوه، مرحبا يا فتيات. أوه، مرحبا يا ماكس. كيف حالكن؟ إننا بخير، كيف حالك أنت؟ هيا، فلا يوجد وقت لدينا. أصغين إلي، ما رأيكن أن نتسكع سويا؟ فكرة رائعة يا ماكس. لا، أنا سيت ما أنه لدينا احتفال مهم. أيمكننا أن نأتي معكن؟ لم نقم بدعوتك إلى الاحتفال. لا مشكلة، يمكنكم دعوتنا الآن. أظن أن راعي الاحتفال لا يعرفنا. إذن من قام بتنظيم هذا الاحتفال يا ترى؟ أنا، وأنتما غير مدعوان. ولكن لماذا؟ هكذا. هيا يا فتيات، علينا أن نذهب. أيتها الفتيات، ما بها داشا؟ سنشرح لكما فيما بعد. أخبرني، هل فهمت أي شيء؟ كلا، لم أفهم شيئا أبدا.
والآن اللمسة الأخيرة. هكذا يجب أن تبدو خزانة الفتاة الجميلة والأنيقة. كما تريدين، أظن أنها الآن أفضل من السابق. بالطبع أفضل، إنها تحفة فنية، وقد أصبح بإمكانك الآن أن تضعينها في المعرض. شكرا جزيلا لك يا سوزي. لا داعي للشكر يا صديقتي، بقي القليل ومن ثم ستصبحي مشهورة مثلي. مهما حصل فلن يهتم أحد بي على الإطلاق. حسنا سنرى ذلك. حسنا إذن سأراك غدا. وتذكري أنه عليك تعلم كيفية وضع مساحيق التجميل على وجهك. مرحبا يا سوزي. مرحبا. يا فتيات، ما هذا الذي أراه؟ ما بك؟ أين هي تلك الملابس الجميلة؟ كنا نعلم أنك تحبين المزاح كثيرا، لقد كان ذلك لطيفا جدا. حسنا. اسمعي يا سوزي، أردنا أن نقيم احتفالا ونريد دعوتك أيضا. هل قمتم بإقامة احتفال؟ أجل، إنه احتفال من أجلك. توقفي عن هذا، فقد كانت مفاجأة لها. ماذا تقولين؟ كلا، لم أقل شيء. هل ستأتين؟ أجل، ولكن ليس بمفردي. بالطبع، يمكنك أن تحضري أي شخص وسأرسل لك العنوان. حسناً، إذا اتفقنا. لكن رقم هاتفك ليس لدي. اكتبيه إذا. لم أفهم حتى الآن، كيف لم تتم دعوتنا إلى هذا الاحتفال؟ إن هذا لا يصدق، هن يقمن بدعوتنا إلى جميع الاحتفالات، لكن ما الأمر الآن؟ إنني لا أصدق هذا. هذا صحيح، فأنا وأنت ملوك الحفلات دائما. أجل، إنك محق. ببساطة إن الاحتفال من دون حضورنا سيكون فاشلا جدا. هذا غريب، أيعقل أنهم قاموا بدعوة شخص آخر غيرنا؟ من سيكون؟ لا أعرف، ربما قاموا بدعوة أولاد غيرنا. لا يمكنهن فعل هذا، على كل حال إننا الأفضل. ماذا لو أصبحوا الآن أصدقاء مع أشخاص جدد؟ أتقصد أنهم وجدوا أشخاصا أفضل منا؟ لا أظن أنه يوجد أحد أفضل منا. سوف نذهب إلى ذلك الاحتفال ونعرف ما يحدث هناك. أجل، هذا صحيح، ولكن ماذا إن أحضروا أحدا غيرنا؟ هيا يا صديقتي، عليك أن تستيقظي. سوزي، ما الذي تريدينه في هذا الوقت؟ لا يزال لدينا الكثير لنفعله سوياً. ألا يمكننا تأجيله بعض الوقت يا سوزي؟ كلا، لا يمكننا، هيا انهضي. حسناً، أخبريني ماذا يوجد لدينا اليوم؟ لقد قاموا بدعوتنا إلى احتفال جميل جداً. احتفال كبير؟ إنني لم أذهب إلى احتفال أبداً من قبل. أعلم ذلك، ولهذا السبب يجب علينا أن نستعد. لا أظن أنني مستعدة لهذه الحفلة. هيا ارتدي ملابسك واتبعيني. حسناً، بما سنبدأ؟ صوفي، ما هذا الذي ترتدينه؟ أرجو المعذرة، لكنني لم أعتد حتى الآن. بسرعة يا صوفي. لقد أصبحت جاهزة. حسناً، أولاً عليك أن تعلمي أن الأروع في الاحتفال هو من يرقص بشكل أفضل. لقد فهم. حسناً، إذن أريني كيف ترقصين. سوزي، هل يمكنني أن أقول لك أنني لا أعرف الرقص جيداً؟ حسناً، أريني ذلك كي أفعل ما بوسعي لأساعدك. حسناً، راقبيني جيداً. حسناً، لقد فهمت وأظن أنه يجب أن نجد حلاً. لقد قلت لك أنني لا أعرف. حسناً، لا تقلقي، سأعلمك كيفية الرقص. هل أنت مستعدة؟ انظر، إنهن قادمات. لا يوجد أحد معهن. بالطبع سوف يقومون بإخفاء هذا الأمر، أظن أنه سيتبعهن. فهمت، هذا صحيح، إذن يجب علينا مراقبتهن. يا فتيات اسمعوني جيدا، تحققوا من كل شيء قبل وصول سوزي. لقد تحققنا من كل شيء وكل شيء على ما يرام. عليكن التحقق مرة أخرى، يجب أن يكون كل شيء مثالي. أتعرفين، لقد بدأت أشعر بالملل منها، تبدو مصابة بجنون العزمة. إذن علينا اصطحابها إلى الطبيب. هل سيساعدها؟ أظن أنه سيساعدها. يا فتيات توقفوا عن الثرثرة واعملوا جيدا. سوزي، هل يمكنني أن أشرب بعضاً من الماء فقط؟ حسناً، خذي قسطاً من الراحة. أن أكون فتاة مشهورة إنه أمراً ليس سهلاً أبداً. ما الذي كنت تظنينه إذن؟ ظننت أن الأمر سيكون أكثر سهولة. إنها البداية فقط يا صديقتي. ماذا تقولين؟ هل قلت أنها البداية فقط؟ قلت لك أنها البداية. لقد تأخرنا على الاحتفال. دعيني أرتاح لدقيقة واحدة. هيا يا صوفي، لا يوجد لدينا وقت كافي.